السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نشرح في هذا الفيديو البارت الثاني من شابتر 16. هذا البارت هو يعني بارت فيه تخيل. أنا حاولت قدر الإمكان إنه إن شاء الله قدر الإمكان إنك تتخيل وعن طريق الرسم تفهم كل نقطة وتفكر في كل نقطة بإذن الله. هلا بالبارت الماضي حكينا عن الديسكفري اوف دي ان اي وخلصنا، وحكينا عن العلماء وحطينا مخطط هيك جميل بيخليك تتذكر العلماء وشو كل عالم سووا. البارت الثاني بده يحكي عن ايش، عن الدي ان اي ريبليكيشن، عن ايش، عن الدي ان اي ريبليكيشن، عن تضاعف الدي ان اي. ان شاء الله بدنا نشرح بهذا البارت تضاعف الدي ان اي، كيف الدي ان اي بدها تتضاعف وتكون ايش جزيئات دي ان اي اخرى. سو بدنا نستذكر مع بعض كم نقطه قبل ما نفوت بهذا الشرح بالدي ان اي ريبليكيشن، او واعطيك وازيد عليهم نقاط. بدنا نستذكر انه النيوكليوتايد من شو مكون. النيوكليوتايد مكون، هذا حكيناه مرة ماضية، من نيتروجينس بيزز. إذا كان للدي إن إيه بكون هو ديوكسي رايبوز مع واحد فوسفيت، مع إيش، مع واحد فوسفيت. هلا في عندنا مصطلح اسمه نيوكليوسايد. النيوكليوسايد هو زي النيوكليوتايد بس بدون فوسفيت. أوكي، لما أحكي دي إن إيه نيوكليوسايد بكون نيتروجينس بيزز وديوكسي رايبوز أونلي فقط. أوكي، طيب هاي بالنسبه للفرق بين النيوكليوسايد والنيوكليو ايش والنيوكليوتايد. نيجي على هذا الجسم، على هذا الرسمه. شو هذا الرسمه؟ في عندك هنا هذا 6 5 6 كربونات 5 كربونات، هذا بيورين صح، النيتروجينس بيزز وهذا ديوكسيرايبوز، هذول مع بعض يسموا نيوكليوسايد، يسموا بالنيوكليوسايد. ضيف عليهم فوسفيت على الكربون الخامس بصيروا نيوكليوتايد. اذا النيوكليوتايد هو عباره عن نيوكليوسايد زائد ايش، فوسفيت. النيوكليوسايد لحاله نيتروجينس بيزز وايش والسكر، بما انه دي ان اي بكون ديوكسي رايبوز. اوكي، ديوكسي رايبوز. هلا في مصطلح جديد راح ندخله علينا اللي هو مصطلح اسمه النيوكليوسايد تراي فوسفيت. بما انك انت بتعرف النيوكليوسايد، تعرف شو يعني النيوكليوسايد. النيوكليوسايد هو نيتروجينس بيزز زائد ديوكسي رايبوز. لما احكي تراي معناها ثلاثه، فوسفيت ثلاثه فوسفيت. اذا نيوكليوسايد تراي فوسفيت هو عباره عن نيتروجينس بيزز ديوكسي رايبوز وثلاثه فوسفيت. تمام، طيب هيو، هاي عندنا هنا نيتروجينس بيزز ان بي معناها نيتروجينس بيزز، هنا ديوكسي رايبوز، ديوكسي رايبوز، هنا عندنا ايش، ثلاثة فوسفيت. هلا ممكن نكون من النيوكليوسايد الترايفوسفيت نكون منهم النيوكليوتايد. يس، ممكن نكون نيوكليوتايد. كيف ممكن؟ مو نيوكليوتايد عبارة عن نيتروجينس بيز ديوكسي رايبوز وواحد فوسفيت، هذا عنده ثلاثة فوسفيت. قص الفوسفيت، اوكي، قص الفوسفيت، يعني النيوكليوسايد هذا النيوكليوسايد ترايفوسفيت بيعطيني شو، بيعطيني هنا هذا بصير عندنا هذا المركب كامل اللي هو نيوكليوتايد. اوكي، وهذول اثنين فوسفيت بنسميهم بايروفوسفيت. شو بنسميهم؟ بايروفوسفيت. هذول ايش؟ تو فوسفيت. اوكي، تو فوسفيت. اذا النيوكليوسايد لما بده يكون لنا النيوكليوسايد ترايفوسفيت لما بده يكون لنا نيوكليوتايد، اوكي، بنقص منه 2 فوسفيت فبيعطينا نيوكليوتايد زائد ايش، بايروفوسفيت. طيب هلا كيف بدنا نكتب النيوكليوسايد ترايفوسفيت؟ نيوكليوسايد ترايفوسفيت كيف بدنا نكتبهم؟ هلا النيوكليوسايد ترايفوسفيت هسه بنعرف انه النيتروجينس بيزز عندنا يا ادينين، جوانين، سيتوسين وايش، ثايمين في حاله الدي ان اي احنا بنحكي. اوكي، شو بدك تحكي وكيف بدنا نكتب النيوكليوسايد ترايفوسفيت بانواعه؟ أول شيء بتقول لي عندنا إيش؟ عندنا السكر هو ديوكسي رايبوز، فبتكتب دي. تمام؟ شو عندنا النيتروجينس بيز اللي هو A. أوكي، في عندنا النيتروجينس بيز مثلا نأخذ الأول اللي هو A. أكمن فوسفيت عنده؟ ثلاثة تراي صح؟ هاي T. إيش؟
واخر شيء بده يحط لي تراي فوسفيت. هذا بتعرف انه هو انه ديوكسيرايبوز من الدي، وانه الادينين عندنا النيتروجين سبيس، وانه عنده ثلاثة فوسفيت. طيب اذا نكتب للجي نكتب دي جي تي بي او دي سي تي بي او دي تي تي بي. حلو اوكي. طيب هذولا اذا بدنا اياهم يعطونا هذول، ناخذ مثلا بدنا ناخذ هاي ونحولها للنيوكليوتايد. شو قلنا؟ قلنا بدنا نشيل اثنين فوسفيت ونطلعهم برا، صح؟ شو بده يصيروا؟ بده يصير عندنا دي اي اي ام بي. شو ام؟ اللي هي معناها مونو، واحد فوسفيت. اوكي نفس الشيء ايش الباقيات، نفس الشيء الباقيات. اذا بدنا نحول النيوكليوسايد ترايفوسفيت، هذا النيوكليوسايد ترايفوسفيت لايش؟ لا نحوله من النيوكليوسايد. اوكي بالنسبه له هلا واحد لما يطلع هاي الخاصه على الدي اي تي بي عندون الباقيات دي اي تي بي، هلا بقول لي شو الفرق بينها وبين الاي تي بي؟ شو الفرق بينها؟ اللي هو ديوكسيرايبوز. هذا عنده هنا ديوكسيرايبوز، وهنا عنده ايش؟ عنده رايبوز. هذا الفرق بيناتهم، هذا الفرق بين الاي تي بي اللي هو جزيء الطاقه مع ايش؟ الفرق مع النيوكليوسايد ترايفوسفيت اللي هو دي اي تي بي. هذا الفرق بيناتهم. اوكي اذا الان صرنا نعرف النيوكليوتايد، نعرف النيوكليوسايد، نعرف النيوكليوسايد ترايفوسفيت. واذا انا بدي احول النيوكليوسايد ترايفوسفيت لمين؟ لا ايش؟ النيوكليوتايد، او اخذ منه نيوكليوتايد. اوكي صرنا نعرف هاي الشغله. نرجع نستذكر اللي حكيناه بالمره الماضيه عن السيمي كونزرفاتيف موديل، اوكي، واللي اكدناه، اللي اقترحه مين؟ كان يقترحه واتسون وكارك، واللي اكدوا ايش؟ ميسلسون ويستاهل، اكدوا بتجربتهم، تمام، اللي هي لما استخدموا الهيفي واللايتر. اوكي وكنا نشتغل على الهيفي واللايتر عشان عرفنا بالاخر بعد التجربه الثانيه انه اكدوا لنا سبورت كونزرفاتيف موديل. هلا شو كان يحكي كونزرفاتيف موديل؟ الكونزرفاتيف موديل كان يحكي انه البيرنت مولكيول، هذا جزيء الاباء، اذا هذا شو جزيء الاباء؟ جزيء الاباء اول شيء بينفصلوا عن بعض، وكل واحد بيكون مكمل له. شو كل واحد بيكون؟ كل واحد بيكون مكمل له. اذا هاي جزيء الاباء، هذا الاولد وهذا الاولد بينفصلوا عن بعض. فالأولد ستراند، أوكي، الشريط الآباء بصير هو الشريط القديم، بيشتغل كإيش؟ كقالب لمين؟ للجديد، عشان يتكون عندنا واحد جديد. أوكي والثاني نفس الشيء، الأولد أكت أس تمبلت لمين؟ للنيو وان. أوكي للنيو وان، فبدو يتكون عندنا تو دوتر موليكيولز. أوكي تو دوتر، عددهم اثنين، تو دوتر موليكيول. ما هو أصلا هدف عملية التضاعف انه ايش؟ انه يتكون عندنا نسختين من الدي ان اي، تمام، نسختين من الدي ان اي. واتفقنا انه هاي الاليه اللي بيصير فيها تضاعف لايش؟ تضاعف للدي ان اي. اذا خلص سيمي كونزرفاتيف ايش؟ موديل، سيمي كونزرفاتيف موديل. فنروح على الشابتر ونحكي عن ايش؟ عمليه التضاعف. شوفوا عملية التضاعف، هذول النقاط تسبب بنهاية الشابتر راح تكون ايش؟ راح تكونوا عارفينهم، فأنا ما راح أحكيهم هسا لأنه ما بدي إياكم تحفظوهم حفظ، بدي إياكم تكونوا فاهمين فهم. الـ DNA replication process تشتمل على ثلاث شغلات، أو فيها ثلاث شغلات صفاتها complex speed accuracy، خلوهم لا ايش بعد ما خلص الشابتر. هلا بدنا نبلش من هنا عملية التضاعف الـ DNA. هلا قبل ما نبلش عملية تضاعف الدي ان اي لازم نعرف بالبداية انه الايوكاريوت، انه الايوكاري او الدي ان اي بالايوكاريوت ماشي، بكون عبارة عن دبل هيليكس زي ما احنا شايفين هون، بكون عبارة عن ايش؟ بكون عبارة عن دبل ايش؟ دبل هيليكس. اما بالبروكاريوتيك بكون عبارة عن ايش؟ سنجل سيركولر، اللي هو دي ان اي حلقي وحادي، اوكي زي ما احنا شايفين في الصوره. هلا وين عمليه التضاعف راح تكون معقده اكثر؟ اكيد بالايوكاريوتك، لانه تفرج عندنا دبل هيليكس. شو معنى هيليكس؟ لولبي. اوكي هيليكس معناها ايش؟ لولبي. سو عندنا هون في الدي ان اي اوف ايوكاريوت بيكون شوي في صعوبه في عمليه الايش؟ عمليه الريبليكيشن. بالنسبه ل
للبروكاريوتيك ما عنده مشكله، بس هناك هاي 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 القصه. هلا اي 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 عمليه تضاعف لازم تبلش بشيء اسمه origin of replication. what's the origin of replication؟ هو اصل التضاعف، يعني المكان اللي بده يبلش من عنده التضاعف. تمام، بده يبلش من عنده التضاعف، فالمكان هذا بكون معرف ب يعني زي هون بكون معرف في النيوكليوتيدات، يعني ترتيب النيوكليوتيدات معينه. ماشي، ترتيب النيوكليوتيدات معينه، هاي الترتيب بيعرفنا انه هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن. تمام، هذا الاوريجين ايش اوف ريبليكيشن. بيجي بروتين معين، بروتين زي اللي بيقرا، اوكي، بروتين معين بيجي بيقرا تسلسل الشفرات الوراثيه هذولا وبيعرف انه هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن. اوكي، سو بروتين خاص سبيشال بروتين هو اللي بيعرف انه الاوريجين اوف ريبليكيشن. هلا اليوكاريوتيك لينير ونيومرس يعني وكثير متعدد، ماشي، فما بنفع بس نسوي ايش اصل تضاعف واحد، فبتكون عندنا ايش مجموعه كبيره من اصل ايش التضاعف. بالنسبه للبروكاريوتيك نفس الفكره هي، ماشي، انه بيجي بروتين وبيعرف لنا الاوريجين اوف ريبليكيشن، بس هون بنحتاج لايش؟ لا اوريجين اوف ريبليكيشن واحد فقط، هون بنحتاج واحد، مش واحد، هون بنحتاج من 100 تقريبا الى 1000 اوريجين اوف ريبليكيشن اللي هو اصل تضاعف. هسه راح نحكي عن الاوريجين اوف ريبليكيشن، راح نحكي بايش بالتفصيل. سو بالبروكاريوتك لانه سنجل سيركولر خلاص بس 1، او نحكي بالبروكاريوتك اللي هو سنجل، شو سنجل؟ سنجل اوريجين اوف ريبليكيشن. سو هاي بالنسبه للايش للبرو، ايش بالنسبه للبرو كاريوت. اوكي، بالنسبه لمين؟ للبرو كاريوت. اما بالنسبه لليوكاريوتك لا، بدنا مجموعه، مثلا بتلاقي هون في شيفره للاوريجين اوف ريبليكيشن، بتلاقي هون في عندنا شيفره للاوريجين اوف ريبليكيشن. فالاوريجين اوف ريبليكيشن باليوكاريوتك هي ايش؟ تقريبا في عندنا من 100 لمين؟ ل 100 ل 1000 origin of replication، يعني وحتى بالكتاب بتلاقوه مكتوبه من 100 to ايش؟ to the few thousand. فبنحكي هنا بالامتحان بجيبوا من 100 ل 1000، اوكي؟ origin of replication باليوكاريوتيك، لانه بنحتاج لعدد كبير من origin of replication عشان نقدر نسوي عمليه تضاعف ايش؟ للدي ان اي. سو قلت لكم هاي زي هيك شيفره، بيجي لبروتين معين سبيسيفيك بروتين بيعرف انه هذا ايش الاوريجين اوف ريبليكيشن. طيب شو بيسوي هذا البروتين؟ اذا عرفه بيمسك هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن وبيفتحهم عن بعض زي اللي بالصوره هون، تفرج كيف بده يفتحهم، بيفتحهم عن بعض، فبده يصير في عندنا ايش؟ بصير عندنا زي البابل. شو بده يصير في عندنا؟ بصير في عندنا بابل اللي هي هاي بابل زي الفقاعه. سو انا لما يجي البروتين على الاوريجين اوف ريبليكيشن ويفتح عن بعض راح يكون لي شيء بنسميه بابل، اوكي، بابل اللي زي الفقاعه، وتفرج انه الدي ان اي صار زي ايش؟ زي الفقاعه. سو اطراف البابل هون، خلينا نرسمهم عليه، اطراف البابل هون، ماشي، هذول بتسموا ايش؟ الزوايا هذول بتسموا ايش؟ شوكه التضاعف، اللي هو شيء بنسميه ريبليكيشن فورك. هذا شو مسميه؟ فورك. اذا ايش؟ وهذا فورك، شكلهم زي شو بيجي؟ شكلهم زي اليو او الواي، عفوا الواي شيب، شكلهم زي ايه؟ زي الواي شيب. فكل بابل وحده عندها تو فوركس، اوكي، وكم الاوريجين اوف ريبليكيشن؟ 1 اوريجين اوف ريبليكيشن. كون دقيقين، هذا بيسالوا عنه بالامتحان. اذا كل واحد بابل عندها one origin of replication، صار كان عندها one origin of replication وايش وtwo replication ايش replication fork. so نرجع نحكي origin of replication for a prokaryotic، كم من origin of replication قلنا؟ واحد، one origin of replication. باليوكاريوتك من 100 لايش؟ لألف، اوكي، من 100 ايش؟ لألف origin of replication، كملها origin of replication، اوكي. إذا حكينا إنه الأوريجين أوف ريبليكيشن بروتين بيعرفه، بيفتحوا عن بعض بصير زي الفقاعة زي البابل، على أطراف البابل في عندنا إيش؟ فورك، أو كل بابل واحدة عندها
دو فورك، يعني بامتحان بيجيب لك خمسة بابل، أوكي خمسة بابل، كل إيش بقول لك كم ريبليكيشن فورك عندي، بتقول له 10. إذا قال لك كم أوريجين أوف ريبليكيشن، بقول له 5. يعني عدد الأوريجين أوف ريبليكيشن يساوي عدد البابل وعدد الفورك تضربه باثنين، أوكي؟ هاي بالنسبة لمين؟ للأوريجين إيش أوف ريبليكيشن. صار في عندنا بابل هنا، صار في عندنا إيش؟ في عندنا إيش اللي هي الفورك، أوكي؟ صار في عندنا الإيش الفورك هنا موجودة، عندنا ثنتين إيش؟ ثنتين ريبليكيشن فورك. So كل بابل عشان يكون إيش يم ما ضيعش علينا ولا معلومة، كل بابل كل واحد بابل كل بابل واحدة بتكون عندها واحد origin of replication، وبكون في عندها اثنين replication forks، شوكتي تضعف، اوكي شوكتي ايش تضعف. هاي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايش؟ للاوريجين اوف ريبليكيشن. نروح لايش؟ للشرح اللي بيحكي عن الاوريجين اوف ريبليكيشن، بقول لك بنبلش عمليه تضعف لازم يكون في عندنا ايش؟ عندنا موضع معين او مكان معين يبلش منه التضاعف، اللي هو مسميه origin of ايش replication. شو الاوريجين اوف ريبليكيشن؟ قلنا هو ايش؟ تسلسل من الدي ان اي بكون معروف، وهو بيحتوي على تسلسل خاص من النيوكليوتيدات، اوكي سو شورت ستريتش من الدي ان اي هاف ذا سبيسيفيك سيكونسز اوف النيوكليوتيد. هلا باليوكاريوتيك او الايكولاي يعني ايش؟ بكتيريا، والبكتيريا من البروكاريوتيك. كم من اوريجين اوف ريبليكيشن بدنا هنا؟ سنجل ايش؟ سنجل اوريجين اوف ريبليكيشن. وقلنا انه البروتين لما يجي يفتح الاوريجين اوف ريبليكيشن بده يتكون عندنا بابل، اذا بده يتكون عندنا 1 بابل. بالنسبه للايوكاريوتيك حكينا ما بيكفي 1 اوريجين اوف ريبليكيشن، من 100 تو ذا فيو ثاوزند اوريجين اوف ريبليكيشن. سو بهاي الحاله قلنا انه كل origin of replication بتصير في عنده بابل، ولكن بهاي البابل ماشي، بهاي البابل بده على اطراف كل بابل، عفوا اطراف كل بابل راح نلاقي عندنا replication fork راح نحكيها. بس خلينا احكي لكم هاي قصة انه ايش ال replication بالبابل. سو احنا عندنا origin of replication، عندنا هون origin of replication، اوكي عملية التضاعف راح تصير ايش؟ راح تصير في ايش؟ البوث دايركشن، راح تصير في ايش؟ في البوث دايركشن، اوكي راح تصير بالبوث دايركشن. فمشان هيك عملية التضاعف بتظلها بالبوث دايركشن انتل ايش؟ انتل ريبليكيت اول دي ان اي، حتى نضاعف كل الدي ان اي، تمام. سو مشان هيك بحكي لك انه DNA replication proceed in both direction from each origin. هاي بالنسبة لايش؟ origin of replication. وحكينا قديش عندنا origin of replication بالبروكاريوتيك باليوكاريوتيك، وتفرجوا عندنا الايكولاي اللي هي بتمثل البروكاريوتيك، عندنا single circular DNA، تمام، وصار عندنا best origin of replication واحدة، صار عندنا bubble واحدة، عندنا two replication fork، بعدين ايش تكون عندنا ايش؟ صار في عندنا replication للDNA. بالنسبة لليوكاريوتيك قلنا عندنا عدد كبير، بس هنا قاصين وجايبين لك ثلاثة منهم، كل واحدة كل origin of replication هيصير عندها bubble. اذا عندي هنا ثلاثة bubble، اذا جاب لك امتحان هاي الصورة وقال لك كم ريبليكيشن فورك عندي، بتقول له 3 ضرب 2 ويساوي قديش؟ ويساوي 6 ريبليكيشن فورك. قلنا هاي الواي شيب، هاي الواي شيب هي ايش؟ ريبليكيشن ايش؟ فورك، ريبليكيشن ايش؟ فورك. سو على اطراف البابل راح نلاقي في عندنا ريبليكيشن فورك. سو ات اند اوف ايش؟ ريبليكيشن، على اطراف هاي البابل راح نلاقي ريبليكيشن فورك. سو وان بابل، كل بابل واحدة عندها ايش؟ تو فوركس. وشو الفوركس؟ قلنا الواي شيب ريجون اللي بكون على اطراف ايش؟ على اطراف ايش البابل. سو اذا جابك بالامتحان هذا السؤال وحكى لك هاو ماني ريبليكيشن فورك، شو بده؟ ريبليكيشن فورك بهاي الصوره، بتقول له هاي في عندنا كم بابل؟ 1 2 3 4 5 5 ضرب 2 10،
طيب اذا سالك بالامتحان قال لك كم من اوريجن اوف ريبليكيشن، هذا سؤال ثاني صار، كم اوريجن اوف ريبليكيشن؟ بتقول له 5 لانه عدد البابل يساوي عدد الاوريجن ايش اوف ريبليكيشن. هاي بالنسبه للاوريجن اوف ريبليكيشن وكيف نطلع عدد الريبليكيشن فورك وشو هي الريبليكيشن فورك وهي قصص. اذا احنا فتحنا مكان اللي بده نبلش من عنده ايش التضاعف. هلا بيجي بعديها في انزيمات بدها تصير تشتغل. هلا احنا ما بنفع هيك نظلنا مسويينها بابل، بدنا نوسع ايش، بدنا نسحبهم عن بعض، بدنا نفصلهم عن بعض من عند ايش الفورك، بدنا نفصل هذولا ايش الستراند عن بعض. هلا مين بيفصل الستراند عن بعض؟ بيجينا انزيم اسمه هيليكيز. اتفرجوا الانزيم هذا الهيليكيز، انزيم الهيليكيز هذا بيشتغل باتجاه الريبليكيشن فورك، اتفرجوا بيشتغل باتجاه الريبليكيشن فورك مشان يعمل ايش، يفتح لنا ايش، يعمل انويند انتويست لمين، لا ايش للبيرنت ستراند اللي هم ايش الدي ان اي تبعت الاباء اللي هم الشريطين تاع ايش تاع الاب، هذول ينفصلوا عن بعض عشان نقدر نسوي عمليه ريبليكيشن او عمليه تضاعف. تمام، سو هاي بالنسبه يعني بيعمل لنا سيبريشن، بيعمل لنا ايش فصل لمين، فصل للستراند عن بعض. سو بالنسبه للهيليكيز، هيليكال قلنا من لولبي اصلا، هو الشريطين لولبيات، فبيجي انزيم بيشيل اللولبيه هاي تاعت ايش تاعت تاعت الدي ان اي مشان نقدر نسوي عمليه تضاعف. سو هيليكيز انزيم هذا، اوكي سو هو انزيم بيعمل ان تويست لمين، للدبل هيليكس. من عند مين حكينا بده يشتغل؟ من عند الفورك، اوكي من عند الفورك. هو فعليا بيعمل فصل separate للتو بيرنت ستراند، بيفصل ايش، بيفصل الشريطين عن بعضهم البعض عشان بعدين قلنا هذول شو بده يسووا اذا بدنا نفصلهم عن بعض. اذا فصلناهم تفرجوا الاول ستراند شو بده يصيروا يشتغلوا از تمبلت، فليش احنا نفصلهم عشان البيرنت ستراند يشتغلوا از ايش از تمبلت، اكت از ايش تمبلت، لازم نفصلهم عن بعض البيرنت ستراند عشان يشتغلوا as ايش as a template. هذا بالنسبة لمين؟ انزيم الهيليكيز. اذا انزيم الهيليكيز بيعمل untwist unwind لمين؟ لا ايش للدبل هيليكس عشان او separate للتو parents عشان نستخدمهم كايش خلينا نحكي نستخدم كقالب او template لمين؟ للمكمل للcomplementary. اوكي هلا احنا لما نفصل هذول البيرنت ستراند عن بعضهم، لما نفصلهم عن بعض البيرنت ستراند، شايفين الشريطين هذول عندهم قابليه عاليه انهم يرجعوا، بحبوا بعض كثير هذول التو ستراند، فعندهم قابليه عاليه يرجعوا يرتبطوا مع بعض. اوكي فمشان هيك ربنا خلق لنا شو عندنا، خلق لنا شيء اسمه سنجل ستراند بايندينج بروتين. شو اسمه؟ سنجل strand binding protein. إذن هو بروتين بربط أو بيرتبط مع strand، مع strand واحد. أوكي شايفين هون، فبيرتبط مع strand واحد عشان يمنعه من إيش، يمنعه من إعادة الارتباط ويرجع زي أول، وكأنه الهيليكيز ما اشتغلش إشي. So single strand binding protein هو hold بيعبط بيمسك بيمسك إيش، بيمسك one strand bind to unbear strand، بيرتبط مع الستراندز اللي فصلناهم الانبير. ليش بمسك معهم؟ عشان keep them، عشان يحافظ عليهم انهم ما يرجعوا يصير ريبيرنج، يرجعوا ايش، يرجعوا ازواج زي اول، لانه احنا او ريجوين يرجعوا يتصلوا مع بعض. اوكي احنا ما بدنا اياهم يرجعوا يتصلوا مع بعض، علشان هيك احنا بنستخدم السنجل ستراند بايندينج ايش بروتين، سنجل ستراند بايندينج بروتين. شوفوا هلا حكينا هيليكيز، اذا نرتب القصه. اذا اول شيء صار في عندنا اوريجين اوف ريبليكيشن، اجى بروتين تعرف على الاوريجين اوف ريبليكيشن. تمام، هلا البروتين لما تعرف على الاوريجين اوف ريبليكيشن فصلوا عن بعضه وكون عندنا بابل، كل بابل عندها تو ريبليكيشن ايش فورك وان اوريجين اوف ريبليكيشن. بعدين اجى انزيم الهيليكيز، الهيليكيز بيعمل لنا ان تويست عشان يعمل سيبريشن للبيرنت ستراند عن بعضهم، وقلنا هذول الستراند بحبوا يرجعوا يرتبطوا مع بعض، فربنا خلق لهم بروتين بيرتبط مع واحد من الستراند هذول اللي انفصلوا عن بعض،
بمنعهم من إعادة الارتباط أو الريبيرينج أو الريجوين. أوكي؟ طيب هلا وإحنا نفصل بال والهليكيز قاعد بيفصل، بصير في عندنا هنا إيش التفاف زيادة، لأنه أنت قاعد تفصل بحبلين عن بعض، فبصير في عندنا التفاف زيادة زي هون. تفرج هون صار التفاف زيادة، بختلف عن هون، بختلف عن الصورة اللي هون. تفرج هون كان عادي بعيدات عن بعض، تقدر بقدر الهليكيز يفصل. هسا هون لحد معين بيظل يفصل لحد ما يصير في عندنا إشي اسمه سوبر كويل أو أوفر ويندينج، اللي هو التفاف زيادة عن اللزوم. الهيليكيز ببطل يقدر يفتح إيش، يفتح الستراند عن بعضهم، ببطل يقدر، لأنه في عندنا التفاف زيادة هنا، في عندنا التفاف زيادة بيمنعه إنه يفتح. هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه سوبر كويل أو أوفر ويندينج. أوكي، أوفر إيش، ويندينج، سوبر كويل أو أوفر ويندينج. إذا هنا صار في عندنا مشكلة، هاي المشكلة مين بده يحل لنا إياها؟ بيجي إنزيم اسمه توبو أيزوماريز. إذا هو إنزيم اسمه توبو أيزوماريز. هذا الإنزيم التوبو أيزوماريز شو بيعمل لنا بالضبط؟ التوبو أيزوماريز بيجي هنا، أول إشي شو بده يعمل لنا؟ بده يشيل لنا هذا إيش؟ هذا السوبر كويل اللي هو الالتفاف الزيادة. شو بيعمل؟ بيجي أول إشي بيعمل بريكينج، بيكسرهم عن بعض، تمام؟ بلف الستراندز عن بعض، بلفهم، برجع يعني بشيل الالتفاف، بعدين بيرجع بربطهم مع بعض. أوكي، بيرجع بربطهم، بشيل الالتفاف بالآخر، الالتفاف الزيادة. So التوب أيزوميريز هو اللي بيحل لنا مشكلة الأوفر كويل أو الأوفر ويندينج أو السوبر كويل، اللي هو ريليف إيش ذا سترين، الالتفاف. معنى سترين اللي هو الالتفاف الزيادة، أو الأوفر ويندينج أو السوبر كويل، كلياته معناه إنه في عندنا التفاف زيادة. طيب كيف بده يشيل هذا السترين أو الأوفر ويندينج أو السوبر كويل؟ أول شيء بيعمل بريكينج، بكسر الدي إن إيه، بيعمل روتيشن أو سويفلينج نفس المعنى، بلفه، برجعه مثل ما هو، بعدين بعيد اتصاله، وهيك احنا شلنا الأوفر ويندينج. هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للتوبو آيزو ماريز. بالنسبة لمين؟ للتوبو آيزو ماريز. فمشان هيك في عندنا إيش؟ إنزيمز أو بروتينات مهمة زي الهيليكيز، حكيت لكم إنه بيعمل أن تويست للدبل هيليكس، وبيشتغل من عند الريبليكيشن فورك، قلنا هدفه انه بيعمل سيبريشن للتو بيرنت ستراند ويشتغلوا كايش، كتمبلت. هذا حكينا الحكي. وبالنسبه للسنجل سنجل ستراند بايندينج بروتين، قلنا احنا بعد ما بنفصل الاباء عن بعضهم، بحبوا كثير يرجعوا يرتبطوا، عشان ما يرجعوش يرتبطوا، كيب ذيم فروم ريجوين، بيجي بيشتغل سنجل ستراند بايندينج بروتين. التوبو ايزوماريز بحل لنا مشكله مين؟ مشكله السترين، مشكلة السترين أو اللي هي مشكلة السوبر كويل أو أوفر ويندينج، بحلنا إياها باي بريكينج سويفلينج أند ريجون. لحد الآن بعدنا ما ضاعفنا الدي إن إيه لحد الآن. أوكي، لحد الآن ما ضاعفنا الدي إن إيه. فالآن نبلش عملية سينثيسيس، بالفعل هو إنتاج دي إن إيه، إيش دي إن إيه جديد. أوكي، ولكن خلينا نرجع نأكد على فكرة قبل ما نصير نرسم عشان أنت تتخيل. نأكد على فكرة، يعني إذا كان عندي هاي شريط الآباء، هاي نأكد على فكرة. هلا إحنا دائما شريط الآباء خلينا نرسمه مثلاً، شريط الآباء كان هذا 5-3، هاد تكون إيش؟ 5 من هون، هذا كان 5-3، هم تكون 3-5. أوكي، 3-5، فإحنا للأسهل دائما نرسمهم هيك، هاي 5-3 عشان نقدر إيش، عشان نقدر نفهم كل الأمور، هاي 3-5. أوكي، طيب هلا إحنا بس نأكد على فكرة إنه سيمي كونزيرفاتيف هذول بدي ينفصلوا عن بعض. أوكي،
وهذا يصير خمسة بظلوا خمسة ثلاثة هون ثلاثة إيش خمسة، فهذا بنسميه old صح، وهذا old. فهسه بدنا نكون new one، الجديد يتكون إيش يتكون خمسة إيش ثلاثة عكس الثاني أوكي، وهذا يتكون إيش يتكون عكس الثاني هون أوكي. فبدنا نفهم احنا لما نيجي نكون اي واحد جديد نكونه ايش بده يكون انتي بارلل موازي معكوس له اوكي، هذا النيو. اذا هذا اللي بدي ايش بدي اكد عليه. هلا احنا هسه كل القصه مشان ايش كيف نكون هذول ايش الشريطين الجداد. احنا قبل شوي اخذنا الهيليكيز واخذنا سنجل ستراند باندنج بروتين واخذنا التوبوميراز، قدرنا نفصل جزء من مين، قدرنا نفصل جزء من الآباء. يعني كيف صارت الرسمة؟ صارت الرسمة هيك، يعني لو نيجي أجي أشتغل الهيليكيز والتوب آيزوريز وصارت الرسمة هيك تقريبا. الهيليكيز لسه شغال قاعد بيفصل، ولكن عندنا هنا إيش انفصل، بس راح يتبلش عملية إنتاج إيش الدي إن إيه. وقلت لكم إذا هذا خمسة ثلاثة وثلاثة خمسة، فالجديد هنا شو بده يتكون؟ بده يتكون خمسة إيش ثلاثة عكسه أوكي، وهذا نفس الشيء، هذا عكسه اللي هو أنتي بارلل. أنا بس عشان تتخيلوا. سو نرجع لموضوعنا، نلم الموضوع بشكل كامل، نلم الموضوع بشكل كامل مع بعض. إذا من البداية في عندنا origin of replication باليوكاريوتيك من 100 إلى 1000. هلا origin of replication هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن، راح يجي بروتين يعرفه ويفتح لنا اياه شكل بابل. البابل عنده تو فوركس، وقلنا كل بابل عنده تو فوركس وان اوريجين ايش اوف ريبليكيشن. بعدين بيجي انزيم اسمه هيليكيز بيعمل انويند ان تويست عشان يعمل سيبريشن للتو بيرنت ستراند، طبعا بيشتغل باتجاه الريبليكيشن فورك بالنسبه عشان ما يرجعوش يرتبطوا مع بعض. في عندنا سنجل ستراند باندنج بروتين كيم ذم ريبير فروم ذا ريبير اور فروم ريجوين. قلنا مع انه قاعد بيفصل الهيليكيز راح يصير في عندنا التفاف زياده سوبر كويل اور اوفر ويندنج، بيجي بحل المشكله هاي التوب ايزوماريز باي بريكنج سويفلينج اند ريجوين. لحد الان ما ضعفنا الدي ان اي وهيها، وفتحنا الهيليكيز فتحنا شويه ال شو اسمه الدي ان اي. بيجي عندنا هلا بدنا ايش، هلا بدنا نضاعف الدي ان اي، هلا بدنا نضاعف الدي ان اي. ولكن قبل ما نضعف الدي ان اي لازم يكون في عندنا ايش، في عندنا قطعه بدايه، قطعه بدايه اللي هي بنسميها برايمر. شو بنسميها؟ بنسميها برايمر. شوفوا قبل ما نعرف البرايمر، البرايمر طبعا هو البدايه هون، ولكن هلا من مين اللي بنتج لنا الدي ان اي؟ انزيم اسمه دي ان اي ايش بوليمريز 3. هذا الدي ان اي بوليمريز 3 مستحيل يشتغل الا ببرايمر، خليها ببالك هاي. خلينا ناخذ على البرايمر مشان نروح على الدي ان اي بوليمريز ايش 3. سو البرايمر لازم هو كنقطه بدايه مشان يشتغل هذاك الانزيم. يعني هذاك الانزيم الدي ان اي بوليمريز 3 اسمه هاي بحط لك اياه هون مشان تعرف، دي ان اي بوليمريز 3 هذا هو اللي بده يكون لنا ايش، بده يكون لنا الاشرطه الجديده ماشي، هو بده يكون لنا. ولكن هذا ما بيشتغل الا اذا شاف في برايمر ايش موجود عندنا. ليش؟ راح احكي لكم السبب بالضبط، راح احكي لكم ايش السبب بالضبط لما نوصل دي ان اي بوليمريز 3 اوكي. سو لازم نحط اول شيء نقطه بدايه اللي هي ايش، مين البرايمر. هلا البرايمر هذا مين بحطه؟ انزيم اسمه ايش برايميز، انزيم برايميز. في نقاط لازم نعرفهم عن البرايمر هذا. البرايمر نقاطنا نعرفهم، نعرف انه هو الانيشال بوينت اللي هو نقطه البدايه لعمليه الريبليكيشن، لانه مستحيل الدي ان اي بوليمريز 3 يشتغل الا بوجود البرايمر. نعرف انه هذا البرايمر مش دي ان اي، هذا البرايمر ار ان اي اوكي، وهو بيتكون من 5 الى 10 ايش نيوكليوتيدات، يعني من 5 الى 10 ار ان اي نيوكليوتيد اوكي. هلا قلنا احنا قلنا ليش هو نقطة البداية؟ لأنه هو ايش راح يكون لنا ايش، يعطينا نهاية. بقول لكم شو ليش ثلاثة، يعطينا نهاية اللي يكمل عليها مين؟ الدي ان اي بوليمريز 3. حكينا هذا البرايمر ار ان اي،
هذا البرايمر بحطه انزيم اسمه البرايميز. هذول ثلاث نقاط لازم نكون ايش، لازم نكون عارفينهم عن البرايمر. اذا البرايمر ار ان اي، البرايمر بحطه البرايميز. البرايمر هو نقطه البدايه للريبليكيشن، لانه او هي قطعه البدايه للريبليكيشن، لانه الدي ان اي بالبرايمر 3 ما بيشتغل الا ايش، الا ببرايمر. اوكي، ما بيشتغل الا ببرايمر. اذا هاي بالنسبه لايش، للبرايميز. هلا البرايميز، البرايميز هو ايش، هو الانزيم اللي بيجيب لنا البرايمر. كيف هذا بيشتغل؟ كتمبلت علشان ايش، علشان يعطينا ايش، برايمر، عشان يعطينا ايش، البرايمر. اوكي طيب، هاي خلصنا بالنسبه لمين، للبرايمر. اذا بعديها مين بدنا نروح؟ خلص ما حطينا البرايمر، هسه بدنا نروح على الدي ان اي بوليمريز. في عندنا مجموعه كبيره من الدي ان اي بوليمريز، ولكن هون بدنا نحكي عن دي ان اي بوليمريز 1 و 3. بدنا نركز هسه على 3، لانه احنا بهمنا انه نطول الدي ان اي. هلا احنا بدنا نكون دي ان اي جديده، بدنا نكون شريط ايش، مكمل للاشرطه الموجوده عندنا. بعدنا ما كوننا، احنا عطينا برايمر فقط. اوكي، البرايمر اللي هو اعطانا 5 هنا ايش، اعطانا ايش، 3، يعني قدم لنا نهايه ايش، نهايه 3. ليش قدم لنا نهايه 3؟ خليك معي مشان ايش، مشان تفهم ليش. الدي ان اي بوليمريز ايش، دي ان اي بوليمريز 3 خلينا نحكي، هو المسؤول عن تطويل الاشرطه الجديده. الشريط الجديد هذا قديم، هذا هذا اللي بالازرق قديم. اوكي، هلا الشريط الجديد راح نلونه بالاحمر او الاخضر عشان نميزه عن البرايمر. اوكي، الاخضر. ولكن قبل ما نخش بالدي ان اي بوليمريز ونشوف شلون قاعد بيطول الدي ان اي، لازم نركز جد، يعني نركز بشيء مهم او بشروط مهمه عن الدي ان اي بوليمريز 3. اي شيء بدك شنو تشوف كيف بيشتغل، بدك تشوف شو الشروط اللي قاعد بيشتغل فيها. اوكي، اول شيء الدي ان اي بوليمريز 3 بده تمبلت، بده ايش، بده قالب. وهي عندنا ايش، موجود قالب، قالب الاباء. هيو هيو تمبلت بيشتغل، مش قلنا الاولد ستراند بيشتغل از تمبلت؟ اوكي طيب، في شرط هنا مهم جدا جدا جدا، اللي هو الدي ان اي بوليمريز ما بيمشيش الا بطريق 5-3 على النيو ستراند. يعني هذا النيو ستراند، هاي 5 وهاي ايش، هاي 3، هيك بده يمشي. طيب القديم، القديم 3-5، اذا بدنا نمشي على القديم اللي هو بده يكون عكسه، صح؟ اللي بده يكون ايش، بده يكون عكسه اللي هو ايش، 3-5. اذا اذا بدنا نكون شريط جديد، ما بقدر مثلا من هون، من هون مثلا، من هون ما بقدر، ما بقدر امشي هيك. ليش؟ لانه الجديد بده يكون 3-5، صح؟ الجديد يكون، فانا ما بقدر امشي بالدي ان اي بوليمريز بالاتجاه هذا. اوكي، سو الدي ان اي بوليمريز، الدي ان اي بوليمريز 3 بمشي باتجاه 5-3. هاي لو بدنا نكتب سهم هيك نقول 5-3، تمام. وهذا الشرط جدا مهم، وهذا راح يخلق لنا مشاكل هسه راح اورجيكم اياها، تمام، راح يخلق لكم مشاكل. هاي الخمسه رسمتها لمين؟ هاي للنيو ستراند، للنيو. اما الاولد تفرجوا عليه من 3. سو الدي ان اي بوليمريز بمشي بالطريق هاي، ما عنده مشكله. اما هون عندنا ايش، 5، الجديد شو بده يكون؟ 3. فالدي ان اي بوليمريز ما بيمشي هيك. اوكي، هاي هاي راح تخلق لنا مشكله القصه، ولكن راح نركز عليها في ايش، في النقاط الجايه ان شاء الله. اوكي، في النقاط الجايه. اذا احنا الدي ان اي بوليمريز 3 بده تمبلت، بيمشيش الا 5-3 على النيو، واذا كان اولد يكون عكسه 3 ايش، 5. قلنا من الشروط المهمه عشان نبلش عمليه الريبليكيشن بده يكون عنده ايش، بده يكون عنده برايمر. قلنا ما بيمشي. ليش برايمر؟ البرايمر راح يكون لنا ايش، مش قلنا راح يكون لنا بسوي 5 وبيخلي نهايه 3، مشان يجي الدي ان اي بوليمريز يحط لنا النيوكليوتايد 5 معه. اوكي، ويبلش عمليه التضاعف. فمشان هيك البرايمر، قلنا شو البرايمر عنه؟ بيقدم لنا نهايه 3 لمين؟ بروفايد، هيها قلت لكم خليها بباكو، بروفايد بيقدم لنا نهايه 3 لمين؟ للدي ان اي بوليمريز ايش؟ دي ان اي بوليمريز 3. اذا الشروط الثلاث المهمه اللي هو بدنا تمبلت، بدنا يمشي ب 5-3، بدنا برايمر، بدنا ايش، برايمر. هذا الدي ان اي بوليمريز 3 هذول الشغلات بيطلع عليهم.
اوكي هذول الشغلات ايش بصير طلعت. طيب نيجي نتفرج هنا ونحكي عن شروط الدي ان اي بوليمريز 3. الدي ان اي بوليمريز 3 عنده تمبلت؟ عنده تمبلت ياس، هاي موجود التمبلت. اذا الشرط الاول تحقق. عنده برايمر؟ يس، هاي البرايمر. ايش البرايمر؟ هي موجود هون. اوكي هاي البرايمر. ايش هاي البرايمر؟ موجود هنا. قدم لنا ايش؟ نهايه ثلاثه. البرايمر هذا قدم لنا نهايه ايش؟ نهايه ثلاثه مشان يقدر هسه الدي ان اي بوليمريز ايش 3 يشتغل. ظل شرط اخير انه ما بيمشي الا 5 3 على الجديد. الجديد هنا صار 5، مش هون القديم 3 اقباله ايش 5، فبقدر يمشي هيك الدي ان اي بوليمريز اذا تحققت كافه شروط الدي ان اي بوليمريز 3. فهون بصير شو يسوي الدي ان اي بوليمريز 3؟ بصير مثلا الاي يحط قبالها تي، الجي بصير يمشي، الجي بصير يحط قبالها سي، السي بصير يحط قبالها جي، الاي بحط قبالها تي، وبيظلوا ماشي بنفس السلسلة. هاي انه الاي يحط قبالها تي، هاي بنسميها بيز بيرنج رول. اذا هو بتبع طريقة البيز بيرنج رول ماشي مشان يكون، يعني الاي بحط قبالها تي، جي سي، سي جي، تي اي، وهكذا بيظلوا عشان يكون لنا ايش شريط جديد. اوكي هذا الشريط ايش الجديد عن طريق بطريقه ايش البيز بيرنج رول. اذا الدي ان اي بوليمريز 3 ماشي، الدي ان اي بوليمريز 3 بيتبع طريقه البيز بيرنج رول ماشي، البيز بيرنج رول علشان يكون لنا الجديد. طيب قديش بحط لنا ايش بالثانيه؟ اكمل نيوكليوتايد بحط بالثانيه الدي ان اي بوليمريز 3. شوفوا اذا كان بايوكاريوتك، بالايوكاريوتك الدي ان اي بوليمريز 3 ماشي، الدي ان اي بوليمريز ايش 3 بحط لنا بالايوكاريوتك 50 نيوكليوتايد بالثانيه، اما بالبروكاريوتك بحط 500 نيوكليوتايد بالثانيه. شايفين في سرعه، في سبيد، في سرعه بعمليه ايش؟ بعمليه التضاعف. يعني الدي ان اي بوليمريز مش بحط مثلا واحد، احنا حطينا مشان نفهمكم عملية البيز بيرنج، حطينا A قبالها T، لا وبحط 50 واحد ايش مع بعض بطريقة البيز بيرنج رول. طيب من وين جاب لنا مثلا هنا عندنا A، هاي فهمنا هاي موجودة الـ A بالتمبلت، طب منين جاب الـ T؟ يعني من وين الـ T هاي جابها عشان يحطها قبال ايش؟ قبال الـ A. تتذكروا ببداية الشابتر حكيت لكم عن النيوكليوسايد ترايفوسفيت، عن نيوكليوتايد او نيوكليوسايد، هاي غلط هنا، ايوه هون نيوكليوسايد. تتذكر لما حكيت لكم عن نيوكليوسايد ترايفوسفيت حكيت لكم انه في عندنا اربعه انواع. هلا اذا عندي انا موجود هنا A، تفرجوا اذا موجود انا عندي A شو بدي احط قبالها؟ بدي احط قبالها T، فاروح بنقي ايش؟ النيوكليوسايد، النيوكليوسايد تاع شو؟ نيوكليوسايد تاع T، لانه انا بدي T، فبطلع فباخذ دي، باخذ الديوكسي رايبوز، وباخذ ايش؟ باخذ الثايمين، وباخذ واحد فوسفيت مونو، قلنا واحد ايش؟ واحد فوسفيت، وبزت برا ايش؟ بزت برا اثنين فوسفيت. هذا شو قلناهم؟ قلنا عنهم هذول، قلنا عنهم بايرو فوسفيت، فوسفيت. اوكي سو هذا هسه بنقدر نستخدمه از نيوكليوتايد، هذا نيوكليوتايد قلنا. اوكي هذا بنقدر نستخدمه از نيوكليوتايد، فمنجيبه ونحطه قبال ايش؟ قبال ال ايش؟ ال تي هون، عفوا قبال الاي بنحط ايش؟ بنحط تي. سو منين بجيب الدي ان اي بوليمريز 3؟ منين بجيب لنا النيوكليوتايدات مشان يحطها بطريقه البيز بيرنج رول؟ بجيبها من النيوكليوسايد تراي ايش فوسفيت. اوكي في عندنا بتلاقي موجود حوالين النواه، بتلاقي موجود في عندنا او بالنواه بتلاقي موجود عندنا النيوكليوسايد تراي فوسفيت، فالاي بحط قبالها تي وهكذا. يعني اذا نيجي نحكي مثلا عندنا سي، شو بدنا نحط قبالها؟ بتروح بتنقي مثلا شو؟
ننقي الدي جي تي بي وتصير نفس الشيء، بنشيل عنه اثنين فوسفات عشان نحوله النيوكليوتايد، وبتكون عندنا ايش بتكون. فبيضلوا بيضلوا الدي ان اي بوليمريز يمشي تيكون انه ايش تيكون تاي ينتهي ايش بالنهايه، ويكون انه هون النهايه قلنا قديش، هنا البدايه 5 هون بنتهي ايش ب3، وقلنا انه الدي ان اي بوليمريز 3 بيمشي ب5 3 على الجديد، ما عندهوش اي مشكله. طيب بالنسبه للشريط الثاني، هسه الشريط الثاني اذا نبلش بالبدايه هون نبلش ب3 والدي ان اي بوليمريز 3 ما بيمشي على الجديد ب3، فشو بده يصير يسوي؟ بصير عندنا ايش ينحط برايمر، بصير يمشي بالعكس هيك، بصير يمشي عشان ايش؟ لانه الجديد هون بده يصير ايش، بده يصير 5، بده يصير يمشي بالعكس. اوكي، ولكن ليش حط البرايمر هون؟ ليش حط البرايمر هون او هون مثلا، خلينا نحكي لانه لسه الهليكيز قاعد بفتح، لانه بعدنا ما فتحناهم عن بعض هون، فكل شوي كل شغله كل ما نفتح شويه بنحط برايمر وايش وبنمشي، نحط برايمر وبنمشي، فهمتوا كيف؟ فبالاخر بده يتكون عندنا ايش، بده يتكون عندنا طبقه ايش، طبقه او اذا بعد ما يفتح على الاخر ونخلص عمليه راح يتكون عندنا قطع، شايفين بده يتكون عندنا هنا ايش، بده يتكون عندنا هنا قطع من ايش، من ال دي ان اي، قطع من الدي ان اي، ومجموعه كبيره من مين، مجموعه كبيره من ال 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 البرايمر. اوكي، هاي القطع بنسميها اوكازاكي فراجمنت. اوكي، مين خلق هاي المشكله؟ اللي خلق هاي المشكله انه احنا في عندنا انتي بارلل 5 3 3 5، هاي انتي بارلل صح، وانه الدي ان اي بوليمريز 3 ما بمشي الا بخمسة ثلاثة على الجديد، على الجديد. اوكي، سو هذا الشريط الثاني المكمل له صار تكون عندنا على شكل فراجمنتس. اوكي، على شكل ايش، على شكل فراجمنتس، فبنسميهم اوكازاكي ايش فراجمنتس. اوكي تمام، هذول الاوكازاكي فراجمنتس اللي تكونوا هذول بكونوا دائما، مش حكينا هنا في عندنا الريبليكيشن فورك، هنا الريبليكيشن فورك، هلا في عندنا شريط تكون بشكل مستمر، في عندنا شريط هنا تكون بشكل مستمر كونتينيوسلي، وفي عندنا هنا الشريط الثاني تكون على شكل ايش، اجزاء، اللي هو ديسكونتينيوسلي. اذا الشريط عشان نميزهم عن بعض الشريط اللي دائما بتكون كونتينيوسلي بكون باتجاه الفورك، باتجاه ايش الفورك، اما اللي بتكون discontinuously بكون away from ايش the fork، هذا بكون toward the fork، هذا بكون award away from ايش from fork. اذا هاي نقطة مهمة عندنا، انه الشريط اللي بتكون بشكل مستمر بكونها باتجاه الفورك، اما اللي بكون عكس الفورك هذا بكون على شكل اجزاء بتكون عندنا بالبداية. اوكي، هذا بنسميه اوكازاكي ايش فراجمنت. شو بنسميه اوكازاكي ايش فراجمنت. هذول اوكازاكي فراجمنت بالمستقبل هيعطونا ايش، هيعطونا استراند كامل، طبعا مش راح نخليهم هذول مجزئين زي هيك، راح تصير عمليات لقدام هسه راح نحكيها ايش يصير في عندنا الشريط هذا، يصير ايش مع بعض، وكل القطع تنجمع مع بعضها، بس تنجمع مع بعضها بنصير نسميه لاجينج استراند. اذا الشريط اللي تكون بشكل ديسكونتينيوسلي، بشكل مجزأ، بشكل غير مستمر بنسميه لاجينج استراند، وقلنا اللي بيكون على شكل قطع هذا بيكون away from ايش replication fork. so اذا هذا سمينا اوكازاكي هذول fragment بده يعطونا lagging strand. طيب اللي تكون بشكل مستمر شو بنسميه leading strand. اذا صار عندنا شريطين، الشريط هذا الشريط من اللي تكون
اللي تكون بشكل مستمر بنسميه leading strand. leading strand اللي بده يتكون بشكل غير مستمر بنسميه lagging strand. لازم نشوف الفرق بيناتهم leading وإيش واللاجينج. لازم نشوف إيش الفرق بين leading واللاجينج. هسا leading واللاجينج strand شو الفرق الجوهري بيناتهم؟ إنه leading تكون بشكل continuously، أوكي؟ هذا بشكل discontinuously، أوكي؟ بشكل إيش discontinuously. طيب leading strand بأي اتجاه كان يتكون؟ تفرج لو نرجع عليه، قلنا الشريط اللي بتكون بشكل مستمر بيكون باتجاه الفورك، فبده يكون إيش اتجاهه إيش to fork، أوكي؟ هاد يكون away from fork. طيب بالنسبة لعدد البرايمر، تفرجوا لي على عدد البرايمر بالليدنج وبرايمر واحد قديش؟ one برايمر، نحتاج بس لواحد برايمر. أما باللاجينج بكون عندنا إيش multiple، إيش multiple برايمر. هاي الفروقات مهمة جدا، multiple برايمر. إذا هاي الفروقات بين الليدنج وإيش واللاجينج strand، أوكي؟ هذا تكون continuously لأنه تكون بطريقة إيش خمسة إيش، يعني تكون بالطريقة اللي هي كانت بشكل مستمر للدي إن إيه بوليمريز إيش 3 للدي إن إيه بوليمريز 3. إذا صرنا نعرف الليدنج واللاجينج، وقلنا ليش اللاجينج صار يتكون هالمشكلة هاي، لأنه عندنا الدي إن إيه بكون موازي معكوس، يعني الشريطين بكونوا موازيات معكوس، والدي إن إيه بوليمريز 3 ما بمشيش إلا بإيش بطريق 5-3. لحد الآن وعرفنا leading واللاجينج وعرفنا كل القصة. لو نيجي إيش نرجع هيك نلم الموضوع كاملا، راح نلمه بأقل من دقيقتين. أول شيء قلنا الإيوكاريوتيك أو البروكاريوتيك، في عندنا أول شيء origin of replication، بيجي بروتين معين بيعرف لنا الأوريجين أوف ريبليكيشن وبيفتح لنا إياه. بالإيوكاريوتيك عندنا 100,000، بالبروكاريوتيك عندنا one origin إيش of replication. هسا لما يجي البروتين يفتح لنا هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن، يتعرف عليه ويفتح، وراح يكون لنا بابل. البابل عندها ايش؟ كل بابل عندها 2 ريبليكيشن فورك 1 اوريجين اوف ريبليكيشن. بعديها بيجي انزيم الهيليكيز، هذا انزيم بيعمل لنا ان تويست للدبل هيليكس ذا ريبليكيشن فورك، يعني وكانه قاعد بيفصل لنا الاباء ايش عن بعض، اللي هو الشريطي الاب عن ايش عن بعضهم. احنا قلنا هذول الشريطين بحبوا يرجعوا يلزقوا، تمام؟ وقلنا بس قبلها الهيليكيز باتجاه الريبليكيشن فورك بيشتغل. هلا قلنا هذول الشريطين بحبوا يرجعوا يلزقوا بعض، فربنا خلق لنا بروتين بيمنع اعاده البير تبعهم انهم يرجعوا يلتصقوا مع بعض، او ايش يرجع ايش الزوجيه بيناتهم، تمام؟ فمشان هيك ربنا خلق لنا بروتين اسمه سنجل ستراند باندنج بروتين، بيرتبط مع واحد منهم وإيش بمنع عملية إيش إعادة الاتصال. هلا قلنا بعد فترة من الهيليكيز هو بيفتح، راح يسبب لنا إيش اسمه سوبر كويل أوفر ويندينج. هذا السوبر كويل أوفر ويندينج راح يوقف لنا عملية الريبليكيشن إذا ظلوا. فبيجي توبايزوميريز بحل لنا القصة by breaking, swiveling and rejoin. هلا قلنا هنا خلاص جهزنا ال دي إن إيه وفتحناهم عن بعض، بيجي ايش في عندنا من نبلش عملية البداية، يعني بيجي البرايمر. البرايمر مين بيجي بنا؟ البرايميز قلنا هي نقطة البداية، initial ايش point. ليش؟ لأنه الدي ان اي بوليمريز 3 مستحيل يمشي الا ايش يجي البرايمر ويكون لنا ايش نهاية ثلاث. هلا الدي ان اي البرايمر هو عبارة عن ار ان اي، وهو من 5-10 نيوكليوتيدات، وبحطه البرايميز. بما انه حطينا البرايمر، هلا الدي ان اي بوليمريز 3 بيقدر يجي يشتغل، ولكن في شروط اخرى مع البرايمر، اللي هو يكون عنده تمبلت بمشيش الا 5-3 ويكون البرايمر. قلنا في واحد يتكون كونتينيوسلي سميناه ليدنج باتجاه الفورك وعنده 1 برايمر. في عندنا الثاني اللاجنج اللي هو شو يتكون اوكازاكي فراجمنتس، ماشي، بكون هذا اواي فروم ريبليكيشن فورك، وبكون عنده مالتيبل ايش برايمر، وبنسميه ايش لاجنج. إيش lagging strand.
هيك عرفنا اللاجينج والليدينج ستراند وعرفنا ايش هاي القصه. هلا هذا دي ان اي صح يا جماعه؟ دي ان اي هل يعقل انه نخلي بالدي ان اي، نخلي بالدي ان اي برايمر؟ تفرج البرايمر، والبرايمر احنا حكينا البرايمر هو ار ان اي، لا يعقل انك تخلي بالدي ان اي ايش ار ان اي. فبيجي بيجينا ايش؟ بيجينا انزيم جديد اللي هو الدي ان اي بوليمريز ايش 1. الدي ان اي بوليمريز 1 بيجي بيشيل لنا البرايمر هذول. تفرجوا هوب، فجأة شو صار فيه؟ فجأة شو صار عندنا؟ اجل الدي ان اي بوليمريز 1 شو عمل لنا؟ ريموف ذا برايمر. تفرجوا شال البرايمر. هلا مش بس هو ريموف، هو ريموف وبيعمل ريبليس. شو يعني ريبليس؟ ريبليس اللي هو بحط مكانها، يعني بيشيل الار ان اي وبحط مكانها. ولكن راح يظل فاصل صغير، شايفين؟ راح يظل ايش في عندنا؟ فاصل صغير بيناتهم. اوكي، يعني بده يشيل لنا، بده يشيل الار ان اي ويحط بدالهم ايش؟ حط بدالهم دي ان اي. اذا ما وظيفه الدي ان اي بوليمريز 1 بتقول لي ريموف برايمر، ها بتحطي من الاساسيات، يعني حتى لو ما كتبتها شلون اكتبها تحتيه، اكتب عندك انه الدي ان اي بوليمريز 1 ريموف برايمر وريبليس ات باي دي ان اي. حط لنا ايش؟ حط لنا دي ان اي بدالها. اوكي، تفرجوا يعني هون ايش حط بدالها؟ حط بدال الار ان اي، حط ايش؟ حط عندنا، حط عندنا حط عندنا دي ان اي. اوكي، هيك شلنا المشكله تبعتنا. اذا حللنا المشكله دي ان اي بوليمريز 1، دي ان اي بوليمريز 1 حللنا المشكله، شلنا البرايمر وحط مكان. تفرجوا هنا النهايه هاي تبعت اللاجنج، تبعت اللي تكون بشكل غير مستمر، النهايه تبعته ما راح ايش؟ راح تضلها فاضيه زي هيك. هاي في لها قصه، نخليها ايش؟ نخليها لقدام. اوكي، نخليها لقدام. هلا شوفوا، هلا الدي ان اي بوليمريز ايش؟ الدي ان اي بوليمريز 1 شالنا ايش؟ شالنا البرايمر وحط مكانهم ايش؟ حط مكانهم دي ان اي، ولكن ظل في فتحه بيناتهم، ظل الشوجر فوسفيت باك بون، الباك بون العمود الفقري بيكون موجود في الدي ان اي، بيظلوا ايش؟ فاتح عن بعضه. مين بيجي؟ بيعمل لنا ليجيشن. شو معنى ليجيشن؟ ربط، يعني بربطهم مع بعض. شو معنى ليجيشن بالانجليزي؟ اللي هي ايش؟ ربط. بيجي انزيم اسمه دي ان اي، بيجي انزيم اسمه دي ان اي ليجيز، ماشي؟ الدي ان اي ليجيز بيجي بيعملهم، بربطهم مع بعض ايش؟ بربط الشوجر فوسفيت باك بون، بربطهم مع بعض وبصير في عندنا ايش؟ كونتينيوس ايش؟ كونتينيوس ستراند، بنسميه ايش بالاخر؟ انه هذا لاجينج. بس اللاجينج ستراند في الطرف تاعه، ماشي، في طرف من الاطراف ما راح يتعبى كامل بالدي ان اي، راح يكون زي هو ايش؟ زي وكانه متاكل ستاجرد اند. اذا النهايه متاكله، راح يكون في عندنا نهايه متاكله باللاجينج. هاي لها قصه راح نحكيها لقدام. اوكي، اذا في عندنا نهايه متاكله، اذا شو وظيفته؟ اذا اول شيء بدنا نعرف انه دي ان اي بوليمريز 1 شو عمل لنا؟ دي ان اي بوليمريز 1، الدي ان اي بوليمريز 1 شال لنا البرايمر، ماشي، وحط مكانهم دي ان اي، ولكن ظل الشوجر فوسفيت باك بون مش رابطين مع بعض. بيجي الدي ان اي لايجيز بيعمل جويننج، اتصال لهذول الشوجر فوسفيت باك بون، فكل الاوكازاك فراجمنت اللي كانوا راح يرتبطوا مع بعض ويكونوا ايش؟ كونتينيوس ستراند، اسمه لاجينج ستراند. طبعا كونتينيوس يعني ما تكون كونتينيوس، لا بس هو بصير مستمر كشكل. اوكي، بصير مستمر ايش كشكل. هيك خلصنا ايش؟ تفرجوا استخدمنا مجموعه من الانزيمات مع بعض، كومبلكس اوف انزيم، اوكي، عشان نكون عمليه تضاعف. هيك ضاعفنا ايش؟ الدي ان اي. ولكن في عندنا مشكله هنا، انه الدي ان اي كان في بنهايتها او باللاجنج خاصه في نهايه متاكله، استغرد ايش؟ استغرد. هاي بالنسبه لايش؟ بالنسبة لعملية التضاعف. نرجع على الشرح، راح تشوفوا انه كل اشي حكيناه راح نمشي بسرعة عليه. قلنا انه البداية راح تكون ما راح يصير في عندنا انتاج للدي ان اي الا اذا كان عندنا ايش؟
عندنا سلسلة بداية اللي هي يتكون من عندها، يصير من عندها يشتغل الدي ان ايه عن طريق البيز بيرينج. اوكي، قلنا هذا الانيشال نيوكليوتايد اللي هم الانيشال تشين هاي سميناها برايمر، وهي عبارة عن ار ان اي مش دي ان اي. تمام، هذا البرايمر مين بيجيبه؟ قلنا البرايمر هذا بيجيبه البرايميز، وحكينا انه البرايميز بصير يشتغل از ايش، از كومبلمنتري لمين، ستارت از كومبلمنتري ار ان اي تشين فروم ذا سنجل ايش ار ان اي نيوكليوتايد. مش مشكله، اهم شيء انا بدي اياك تعرفه بالبرايمر انه البرايمر هو ار ان اي من 5 الى 10، وهو ايش بكون انيشال نيوكليوتايد تشين. اوكي، مشان شو؟ مشان يكون لنا نهايه 3 لمين، لا الدي ان اي بوليمريز 3 لانه ببلش من 5 دي ان اي بوليمريز ايش 3. سو ذا نيو ستراند ويل ستارت ايش من عند 3، من نهايه 3 تبعت الار ان اي ايش برايمر. وشرحنا هذا الموضوع هاو ماني اوريجين اوف ريبليكيشن ان بروكاريوت. بروكاريوت واحد، اذا قال لك ايوكاريوت، إذا يوكاريوت تكون إيجابي إيش؟ تكون إيجابي سي. One of the following scientists، مين عمل support، مين دعم نظرية السيمي كونزيرفاتيف اللي هم ميسيلسون وإيش مستاهل. أما إذا قال لك مين suggest اللي هو اقترح، بكون إيش واتسون وكاريك. قلنا الدي ان اي بوليمريز، الدي ان اي بوليمريز في عندنا أنواع كثير من الدي ان اي بوليمريز، بس هون نركز عن الدي ان اي بوليمريز 3 وإيش 1. أوكي، الدي ان اي بوليمريز DNA polymerase 3 و DNA polymerase 1. So enzyme called DNA polymerase، ماشي، شو وظيفة ال DNA polymerase؟ اللي هو catalyst ايش، يعني بيعملنا ايش انتاج اللي هو خاصة ال 3، احنا حكينا انه بيعمل elongation or synthesis of a new ايش DNA عن طريق إضافة النيوكليوتيدات. هذول النيوكليوتيدات قلت لكم بيجيبوهم من، بصير يجيبهم من النيوكليوسايد ترايفوسفيت. اوكي، وين بضيفن على النهايه اللي تركنا اياها البرايمر اللي هي نهايه 3، هو بصير يضيف 5، يعني بالنسبه له 5 هو بلش. اوكي، قلنا انه هذا الدي ان اي بوليمريز ايش، الدي ان اي بوليمريز 3 عنده شروط، بده برايمر وبده تمبلت وما بمشيش الا قلنا 5 ايش 3 على الجديد على النيو. وقلنا انه الدي ان اي بوليمريز 3، دي ان اي بوليمريز 3 ماشي، هو ايش، هو عنده، هو بيطول لنا صح، بيعمل الالونجيشن. قلنا بالبروكاريوتيك بالبكتيريا زي البكتيريا بروكاريوت 500 نيوكليوتايد بكل سكند، اما بالايوكاريوتيك زي الانسان ايش 50 ايش 50 نيوكليوتايد بير ايش بير سكند، يعني بالايوكاريوتيك اقل سرعه. اوكي، ولكن بالمجمل سريعات، يعني هاي من خصائص الدي ان اي انه بيستخدم مجموعه دوزن يعني دزينه من الانزيمات، وبنفس الوقت بيستخدم او عنده سرعه في ايش في عمليه الريبليكيشن. لما قاعد بحط لك بالبروكاريوت قاعد بحط لك 500، بالايوكاريوت قاعد بحط لنا 50 بير سكند. قصه النيوكليوتايد او نيوكليوسايد ترايفوسفيت حكيناها كامله، وارجع شيك عليها وراح تشوفنا ايش، وحكينا عن التوفوسفيت واللي حكيناهم بايروفوسفيت كيف ننظيف ايش ننظيفهم، حكيتها كاملة، ارجع شيك عليها. عندك اي سؤال بتسألني فيها، ولا احنا حكينا كل ايش كل اشي عن ايش النيوكليوسايد ترايفوسفيت ووضحناه بما فيه الكفاية. وقلنا عن الانتبرر الالونجيشن، قلنا اذا في عندنا الالونجيشن، قلنا في عندنا الليدنج، قلنا الليدنج بكون باتجاه الريبليكيشن فورك، هذا بكون عكس الريبليكيشن ايش فورك، هذا عنده برايمر واحد، هذا عنده اكثر من برايمر ماشي، هذا تكون كونتينيوسلي، هذا تكون ديسكونتينيوسلي ماشي. شايف هاي الصوره برضو مهمه، الصوره هاي برضو ايش مهمه. سو انا ما راح ارجع احكي الحكي لانه حكينا كامله، حكينا عن الحكي هذا انه ايش، انه في عندنا مشكله بالانتبرر، مع انه مشكله هاي تواجه فيها هي لانه الدي ان اي بوليمريز ما بضيف لنا الا ايش بدايركشن، شو دايركشن اونلي دايركشن 5 3 على نيو. اوكي، على نيو، فصار في عندنا مشكله بايش، انه صرنا نحط اكثر من برايمر هنا باللاجينج، اللاجينج صار يتكون ديسكونتينيوسلي، هسه بدي احكيها لقدام. اوكي، سو مانداتوري
بشيء الزامي دي ان اي بوليمريز 3 راح يصير ينتج الكومبلمنتري او النيو ستراند. اوكي النيو ستراند ايش اذا بده ينتجه كونتينيوسلي بده يكون 5-3 ماشي ماشي 5-3 طبعا مانداتوري لازم يمشي ايش لازم يمشي 5-3 هلا في واحد موفر الشروط اوكي هنا فبصير يمشي بشكل كونتينيوس اوكي هذا بصير يمشي بشكل ايش فراجمنت وشرحناه هو بنسميه اوكازاكي فراجمنت واللوكازاكي فراجمنت بعدين بصيروا ايش لاجينج ستراند سو الدي ان اي مين ميكانيزم اللي هو ليدنج ستراند وحكينا ان ليدنج ستراند نستخدم فيه 1 برايمر اوكي وبننتج ايش بننتج منه ايش اللي هو ليدنج وكان كونتينيوس وحكينا وحطينا جدول جمعت لكم فيه كل المعلومات الثاني لازم نمشي ايش بالعكس هسه بدنا نصير نمشي away from the replication flow فبتتكون discontinuous هذا continuous هذا ايش هذا leading هذا بنسميه ايش lagging ايش strand so lagging strand elongation راح يكون يتكون عندنا discontinuously كيف يتكون يتكون discontinuously lagging اوكي اما بالنسبه للleading leading عفوا بده يتكون continuously حكينا انه lagging strand ماشي اللي السيجمنت اللي كانوا فيه سميناهم اوكازاكي ايش فراجمنت سو الليدنج ستراند بدك تعرف نقاط انه بكون هاي النقاط ثلاث نقاط عن كل واحد انه نيو ستراند بتكون كونتينيوسلي هاي واحد توورد ابليكيشن فورك هاي اثنين وبحتاج 1 برايمر هاي ثلاث اللاجنج ديسكونتينيوسلي هاي واحد اواي فروم ابليكيشن فورك هاي اثنين وهو عنده مالتيبل برايمر هاي ايش ثلاث اوكي وحطيتهم الجدول وايش وقارناهم فحكينا هسه في عندنا هاي الستبس اللي بدها توضح لنا عمليه التكوين الاوكازاكي فراجمنت مش الليدنج ما عندوش مشكله بتحط برايمر واحد تمشي اما بالنسبه لللاجنج ستراند تفرجوا عليه اللاجنج ستراند هون وكبرها تفرجوا اول شيء حط برايمر هون ماشي برايميز البرايميز هيو حط برايمر هيو تمام بعدين هيك ايش بنكون ايش بنكون الفراجمنت فتفرج بيجي اول شيء بنحط برايمر بعدين بيجي ايش الدي ان اي دي ان اي برايمرز 3 بكون لنا ايش بكون لنا قطعه هاي القطعه بتسميها اوكازاكي 1 بعديها راح نحط ايش برايمر ثاني ماشي تفرج نحط برايمر ثاني هون بعدين نمشي هاي بيكون اوكازاكي نمبر 2 ماكي اوكازاكي فراجمنت ايش فراجمنت نمبر 2 وهكذا بصير يتكون اكثر من اوكازاكي فراجمنت قلنا كيف بالضبط بعدين هذول بالاوكازاكي فراجمنت بنهايه المطاف ما بدنا نخلي البرايمر موجودات بيجي شيء اسمه قلنا ايش دي ان اي بوليمريز 1 شو بيعمل بيشيل لنا او بيشيل الار ان اي بحط بدالهم ايش دي ان اي ولكن تفرج بيظل في فضاوه هنا المكان اللي حطيت عليه بدي امسحه مشان تشوف الفضاوه الموجوده تفرج بيظل شيء فاضي هنا هذا مين بيعبينا اياه او مين بيربطهم مع بعض اللي هو الدي ان اي لايجيز اللي هو بخلي الباك بون يرتبطوا مع بعض بالاخر تفرج اللايجيز بخلي ايش بخلي الباك بون يرتبطوا اخر شيء مع بعضهم ايش البعض سو هذا كله حكيناه فمن الستيب هاي بنصير نحكي كل انزيم شو قاعد بيسوي لنا بالضبط بالنسبه للدي ان اي بوليمريز 1 كايش كانت جوين هو ما بيعمل ايش بما ما بيعمل جوين هو الدي ان اي بوليمريز 1 وظيفته ريبليس الار ان اي بدي ان اي شايف ريبليس دي ار ان اي بدي ان اي بس الباك بون ما بيرتبطوا مع بعض شايفين دي ان اي بوليمريز 1 كانت جوين ذا فاينل نيوكليوتايد يعني هو بدل الار ان اي بدي ان اي شال لنا الريموفر البرايمر حط بدالهم ايش حط بدالهم دي ان اي ولكن ما بيعمل جوين النهائيه اللي هو الاتصال النهائي فبيجي انزيم اسمه دي ان اي لايجيز بيكمل لنا المهمه كومبليت ايش ذس تاسك باي جوينينج ذا شوجر فوسفيك باك بون اوف اول اوكازاكي فراجمنت حتى يتكون له ايش لللاجينج ستراند هاي بالنسبه واخر شيء بجمع لك كل قصة هسه أنتوا صرتوا حافظين كل الأجزاء هاي وقف الفيديو وتفرج على كل جزء إيش كل جزء منها لازم تكون إيش تكون عارفهم يعني لأنه حكينا كل جزء وهسه أنت شايفين هذا الجدول كله حفظ ولكن أنت حافظهم كلياتهم أنت بتعرف إنه الهيليكيز بسوي unwound للبيرنت single strand
ستابيلايز ايش انتل يوز از ا تمبلت او بند برتبط فيه بمنع اعاده الريجوين توبايزوميريز شو البرايميز دي ان اي بريمريز 1 دي ان اي بريمريز 2 لايجيز كله صرت تعرفه صرت انت حافظ الجدول مش بس حافظ انت فاهمه وفهمه ومتخيله ايش تخيل نيجي لموضوع ايش الدي ان اي ريبليكيشن كومبلكس او الترمبون ايش موديل فعندنا بالدي ان اي ريبليكيشن كومبلكس بدنا نحكي عن بحكي لك عن الانزيمات اللي حكيناهم قبل شوي جدول كامل والانزيمات وحكينا وظيفة كل واحد فيهم هلا بقول لك هذول احنا قبل شوي حكينا كل واحد على حدة فصلناهم تفصيل ولكن بقول لك انه هذول البروتينات هذول البروتينات بيشتغلوا كوحدة واحدة ككومبلكس كدي ان اي كومبلكس واحد ماشي فبحكي لك انه انك انت تيجي تقول لي اول شيء والله انه تفصل البروتينات عن بعض لا هم بيشتغلوا كوحده واحده اوكي فما بنقدر نشبههم والله بالقطار هذا اشتغل بعدين وراء الثاني وبعدين وراء الثاني فتشبيههم بالريل رود تراك ماشي such as the model is inaccurate شيء غير دقيق ليش two important ways في عندك الـ the first way بقول لك هذول البروتينات اللي حكيناهم اللي هم DNA ligase DNA polymerase 3 1 كل اللي حكيناهم ماشي هذول البروتينات actually بيشتغلوا هذول البروتينات كلهم بيشتغلوا كايش كوحدة واحدة معقدة تمام يعني بسموها هاي DNA اللي هي المشين آلة تضاعف DNA ماشي هذا السبب الأول السبب الثاني انه هاي الكومبلكس هذا المعقد او المشين هاي may not move along ايش دي ان اي ممكن انها ايش ما بتمشيش على طول الدي ان اي rather than the DNA move through the complex ممكن الدي ان اي هو بفوت من خلال ايش من خلال هذا المعقد يعني المعقد موجود بيجي الدي ان اي بفوت من خلاله تمام هاي بالنسبه لايش بالنسبه انه ليش انه مش زي القاطره بيشتغلوا هم بيشتغلوا كوحده ايش كوحده واحده تمام فبيجي عندنا هذا الموديل اسمه ترومبون موديل اوكي ترومبون قاعد بورجيك انه كل الانزيمات قاعدين بيشتغلوا كايش كوحده واحده وهذا قاعد بيورجينا بالضبط الترومبون موديل انه الدي ان اي بوليمريز 3 تفرج عليه هون وتفرج عليه هون اوكي انهم قاعد بيشتغل على الليدنج ستراند وعلى اللاجنج ستراند بنفس الوقت وتفرج كيف عمل اللاجنج ستراند لوبينج ماشي مشان يقدر يعمل ايش عمليه ريبليكيشن هذا المقصود بالترومبون ايش موديل سو اكسبيرمنتال ايفيدنس دلائل تجريبيه ان سم تايب اوف ذا ايش سبورت ذا موديل بعض الخلايا دعمت هذا الموديل اللي هو ترومبون موديل اي ان التو دي ان اي بوليمريز موليكيول بيشتغلوا بنفس الوقت على بكونوا ليدنج ولاجنج ستراند وحكيت لكم انه اللاجنج ستراند ماشي شو بعمل عامل لوب اوكي عامل لوب مشان يقدر ايش يفوت من ايش خلال الكومبلكس فلحد الان مش عارفين هم هل الكومبلكس هو اللي بيجي على الدي ان اي بضعف لنا اياها او ان ايش الكومبلكس بيجي على الدي ان اي بضعفها او ان الدي ان اي او انه الكومبلكس ثابت وبيجي الدي ان اي ايش بضعفها لحد الان اوكي هاي بالنسبه ايش يعني بقول لك the complex move along the DNA or whether the ايش the DNA move through the complex will still open لحد الان unresolved question يعني question لسه مش معروف that are under active investigation لسه تحت ايش الفحص نروح على البروف ريدنج وايش الريبيرنج دي ان اي بروف ريدنج عمليه ايش التدقيق بروف ريدنج اوكي يعني بعد عمليه ضخمه زي هاي عمليه دي ان اي ريبليكيشن بعد تضاعف دي ان اي وانت قاعد بتضاعف ماده وراثيه فالاخطاء مشكله كبيره لانه اخطاء راح تصير طفرات اذا ظلت موجوده دائما شو الفرق بين الخطا والطفره الخطا انه ممكن يتصلح مثلا الخطا اذا تصلح خلص يعني بيرجع ايش بترجع الدي ان اي مثل ما هو
شو معنى الطفرة؟ الطفرة انه الخطأ ظلوا ما قدرت في انزيمات ما قدرت تصلحه وظل الخطأ موجود، هاي بنسميها ايش؟ ميوتيشن، ايش؟ طفرة. طيب اذا عندنا التدقيق والتصليح، بروف ريدنج اند ريبيرنج. ريبيرنج ايش؟ للدي ان اي. بالنسبه للبروف ريدنج والريبيرنج اوف دي ان اي، اسمعوا يعني اذا انا تركت عمليه الدي ان اي لحالها، تركت عمليه الدي ان اي لحالها وما صلحت اي شيء فيها، يعني تركت الدي ان اي ريبليكيشن مثل ما سوينا قبل شوي وتعمل دي ان اي ريبليكيشن، راح يصير في عندنا معدل الخطا، بكون معدل الخطا واحد ايش لكل قديش؟ لكل 100,000. قديش؟ لكل 100,000. خطأ واحد لكل 100,000 نيوكليوتايد. هاي إذا تركت الدي إن إيه لحالها هيك ما في إشي يصلحها. هلا في عندنا دي إن إيه بوليمريز، ماشي؟ في عندنا من دي إن إيه بوليمريز بيصلحوا الأخطاء، تمام؟ بيصلح الأخطاء ديورينج وهو شغالين إيش؟ شغالين بعملية ريبليكيشن. يعني بتلاقي مثلاً الـ A بحط قبالها T، الـ T بحط قبالها A، مثلا اجي احط سي قبالها تي، غلط، بوقف، مش حاط بريك، بوقف، بصلح الغلط، بعدين ايش؟ برجع بكمل. هلا اذا دخلنا الدي ان اي بوليمريز بعمليه تصليح، ماشي، راح تقل ايش؟ نسبه الاغلاط، ما راح تضل واحد لكل ايش 100,000، راح تصير ايش؟ واحد لكل 10 مليون، لكل 1 ايش 1 اللي هو multiply by اللي هو 10 power 10، اوكي، اللي هو يعني 10 ايش بليون. سو بتكون ايش؟ غلط واحد لكل 10 بليون نيوكليوتيد. تفرجوا قديش قللنا نسبه الاخطاء الدي ان اي بوليمريز. سو الدي ان اي بوليمريز بدك تعرف انه بيشتغل during ايش؟ during replication، هو شغالين، صار خطا بيوقف بنصلح. سو الدي ان اي بوليمريز بدقق كل النيوكليوتيد against the template. يعني حطيت تي بده يشوف انه التمبلت عنده ايه اللي هي البيس بيرنج رول، فبكون ماشي ايش وبدقق بانه الايه حطينا قبلها تي والجي حطينا قبلها سي. اذا صار اي خطا بصير في ستوب، ماشي، ستوب تنصلحه بعدين ايش بيمشي. سو اذا كان في عندنا انكوركتلي بير، شو بتصير في عندنا؟ دبوليمريز ريموف النيوكليوتايد، بعدين بكمل عمليه ايش؟ عمليه انتاج او عمليه اللي هو تطويل ال دي ان او انتاج اللي هو المكمل، اوكي. طيب في عندنا مرات مس ماتش نيوكليوتايد سم تايمز، يعني بعض الاخطاء مرات ممكن تفلت من الدي ان اي بوليمريز، ايفيد تفل من البروف ريدنج تاع الدي ان اي بوليمريز، ممكن تفل. مين بده يجي يصلحها بعد التضاعف افتر ريبليكيشن؟ اللي هو مس ماتش ريبير. ايش اسمه مس ماتش ريبير؟ اللي هو ايش الخطا ايش اللي هو بكون مس ماتش بين ايش بين نيوكليوتايد واللي هو بالتمبلت وبالجديد، فمشان هيك وفلت من الدي ان اي بوليمريز، فمشان هيك بيجي المس ماتش افتر ذا ايش افتر ذا ريبليكيشن، بشيل اخطاء الريبليكيشن، اوكي. سو ريموف اند ايش ريبليست انكوركتلي بير، اي انكوركتلي بير بشيله، اي انكوركتلي بير اي زوج غير صحيح حدث في عملية الربليكيشن، أوكي؟ يعني هذا الخطأ حدث في عملية إيش؟ الربليكيشن. قلنا في بعض الأبحاث بتقول إنه هذا الإنزيم إذا صار فيه مشكلة أو صار فيه طفرات، صار فيه أي مشكلة، هاي في عندنا spotlight the importance of the such repair enzyme when they found in the hereditary defect. يعني صار في عندنا مشكلة وراثية في هذا المصلح للأخطاء، فهذا عادة بيرتبط مع مرض إيش سرطان الفرج، أوكي. Apparently this إيش defect allow cancer، ماشي، هاي المشكلة بتسمح للسرطان إيش أن يعني بتسمح إنه بتسمح إلا السرطان يتكون، لأنه السرطان هو عبارة عن أخطاء، ماشي، صار في عندنا وصار عندنا مشكلة بالدي إن إيه، ماشي، وفقد الدي ان اي نورمال ايش دي ان اي والنورمال سايكل بدها تصير بالاخر، فصار ديفكت. هذا الديفكت سمح للكانسر ايش يتكون ايرور اكوميليت ان ذا دي ان اي فاستر ذان ذا نورمال، اكثر من ايش اكثر من العادي. ف
انا بس انا اهم شيء تعرف انه المس ماتش ريبير انكوركتلي بصل لها الانكوركتلي بير الالتر نيوكليوتايد اولسو ارايز هذا ايش افتر ايش ريبليكيشن اوكي تمام. هلا في عندنا يعني مش بس هو بيصلح اخطاء اللي بتصير مش بس الاخطاء بتصير ديورينج ذا ريبليكيشن, بقول لك ممكن في عندنا اخطاء بتحدث بعد الريبليكيشن, اخطاء بتحدث بعد الريبليكيشن زي واحد تعرض لمواد كيميائيه مضره او مواد ايش مواد فيزيائيه عوامل فيزيائيه زي ايش الاكس راي اللي هي الاشعه ايش السينيه, والاشعه السينيه ممكن بتاثر على ايش على الدي ان اي اوكي ممكن تاثر على الدي ان اي. حكيت لكم اي خطا بالدي ان اي ماشي خطا بالدي ان اي وما تصلح راح يصير شو اسمه راح يصير اسمه ميوتيشن لازم يتصلح سو كوركت لازم نصلح الدي ان اي كوركتد بيفور بيكم بيرمننت قبل ما يصير ثابت اللي هو ايش ميوتيشن اوكي. هاي بالنسبه لايش بالنسبه للدي ان اي بالنسبه للدي ان اي مولكيولز اذا تاثر بايش افتر الريبليكيشن ممكن يتصلح باي ايش باي مسباتش ريبير. فقلت لك انه الخليه بشكل عام بتظلها كل فتره تعمل مونيتورينج ماشي اللي تفحص نفسها وايش وتصلح الماده الوراثيه ايش تبعتها عشان ما يتراكم اخطاء اوكي ما يتراكم اخطاء. ففي عندنا بالبروكاريوتك تقريبا 100 ديفرنت ايش 100 ديفرنت ريبير انزيم يعني انزيمات مصلحه باليوكاريوتك 130 تقريبا 130 ايش هاف ايدنتيفايد ان ذا هيومن يعني لحد الان مكتشفين هون 100 بالبروكاريوتك باليوكاريوتك او بالانسان بالاحرى لو بالهيومن 130 ايش 130 انزيم مصلح. هلا في عندنا ايش النيوكليوتايد اكزيشن ريبير هذا متى بيشتغل النيوكليوتايد اكزيشن ريبير هذا بيشتغل لما يكون الخراب مش بس بايش بزوج واحد من النيوكليوتايدات بكون خراب على ايش قطعه معينه قطعه ايش قطعه كامله من ايش من الدي ان اي الجديد اوكي من الدي ان اي فبيجي مين النيوكليوتايد اكزيشن ريبير هذا بيجي بيقطع القطعه كامله بيستخدم انزيم اسمه نيوكلييز شو بيستخدم اول شيء الانزيم اللي يستخدمه انزيم نيوكلييز بقول لك هاي في عندنا ثايمين دايمر في عندنا مشكله هون اسمها ثايمين دايمر خلينا نرسم لكم اياها الثايمين دايمر هاي بالنسبة لمين بالنسبة لمثلا إذا كان هون عندنا A قبلها T هون A قبلها إيش دكون T هون C قبلها G هون G قبلها C هلا لما T ترتبط مع T بنفس الشريط ماشي ترتبط مع بعضها لما تصير عندنا عملية تضاعف راح إيش راح توقف هون عملية تضاعف لأنه عندنا T مرتبط مع بعض هذا نسميه T دايمر كيف فهمت شو يعني تي دايمر تي تي رابطة مع بعض هذا ايش خطأ على اكثر من نيوكليوتايد فلازم تصليحه يكون عن طريق مين عن طريق النيوكليوتايد اكزيشن ريبير اوكي النيوكليوتايد اكزيشن ريبير بيجي مثلا في عندنا ايش تي تي دايمر خلينا نعتبره هون بيجي انزيم اسمه نيوكلييز انزيم بيجي بقص هذا ايش بقص ايش الدمج سيكشن اللي هو القطعة الخربانة هاي بشيلها بعدين بيجي في عندنا الدي ان اي بوليمريز بيعمل بحط لنا النيوكليوتايدات اللي هي فيل ذا ميسنج نيوكليوتايد لانه في عندنا لسه التمبلت موجود هون مثلا اذا كان اي بتحط قبلها تي فاول شيء النيوكلييز بيشتغل بعديها الدي ان اي بوليمريز بيكون لنا النيوكليوتايدات بعدين بيجي اللايجيز عشان ايش يعمل سيل اوكي وكانه ايش بيلحم لنا سيلينج اوكي زي اللحام خليها ببالك هاي كمان لللايجز سيلينج اوكي سيلينج انه للباك بون مع بعض وبيرجع الدي ان اي ايش سليم هذا اسمه نيوكليوتايد اكزيشن ريبير نشتغل على اكثر من ايش نشتغل على السيجمنت ايش اوف ذا ستراند كونتيننج دامج اوكي زي مين زي التي ايش تي ايش تايم هذا نسميه ايش نيوكليوتايد اكزيشن ريبير اوكي اكزيشن لانه اكزيشن اللي هو قطع ايش مجموعه من النيوكليوتايدات اوكي هاي بالنسبه له تخيل صار عندنا مشكله بالنيوكليوتايد اكزيشن ريبير التي دايمر حتتصلح مش حتتصلح طبعا
اوكي. فهنا بيجي بيحكي لنا important function of DNA repair in our skin to repair a genetic damage by the ultraviolet light. اوكي يعني في عندنا الاشعة الفوق البنفسجية تطلع من الشمس ما بتأثر على ايش لما تتسلط على الجلد عندنا راح تأثر على ايش على الـ DNA وتدمر الـ DNA تعمل دمج يعني في ايش في الـ DNA راح يتكون عندنا ايش اللي هو يصير لينكينج للثايمين اوف ذا ثايمين بيزز الجنسات يعني راح يتكون عندنا التي دايمر مثل ما حكيت لكم هلا التي دايمر هم مين بيصلحه اللي هو النيوكليوتايد اكسيشن ريبير النيوكليوتايد اكسيشن ريبير اذا كان في مشكله بالان النيوكليوتايد اكسيشن ريبير ماشي راح يصير في عندنا مرض سو الثايمين دايمر هذا مين بيصلحه النيوكليوتايد اكسيشن ايش ريبير ماشي اعتبر انه في عندنا مشكله بالايش ديس اوردر او اي مشكله مثلا بالنيوكليوتيد اكسيشن ريبير مش راح يصلح الثايمين دايما راح يتكون عندنا مرض اسمه اكزوديرما بيجمنتوزا اكس بي اوكي اكزوديرما بيجمنتوزا هذول المرضى بصيروا كثير حساسين للشمس و يعني في عندهم مشاكل كثير بصير عندهم اللي هو مرض اسمه اكزوديرما ايش بيجمنتوزم شو سبب الاكزوديرما بيجمنتوزم انه صار مشكله بالاكزيشن ريبير اللي هو اللي بيصلح لنا فما صلح الثايمين دايمر اوكي هاي بالنسبه للنيوكليوتيد ايش اكزيشن ايش ريبير طبعا احنا بنصلح الدي ان اي بنصلح قدر الامكان بس التصليح ما يعني بنصلحه اكستريملي لو بصير قليل كثير الاخطاء ماشي بس ما بتوصل لايش للزيرو طبعا هاي راح اترككم تقراهم لحالكم هذول النقاط نروح على اخر نقطه بايش بهذا الشابتر اخر نقطه بهذا الشابتر بيحكي لنا ريبليكيشن ذا اند اوف ذا حكيت لكم لو نرجع على الصوره وحكيت لكم عن نهايه متاكل ستيكرد اند صح هاي قلنا النهايه لما شلنا البرايمر وما بنقدر نحط مكانه ايش ما بنقدر نحط مكانه ايش دي ان اي هذا بيضل مكان متاكل بيضل مكان ايش متاكل فهنا بدي اشرح لك القصه بيقول لك انه باللاجينج ستراند او عند الاوكازاك فراجمنت ماشي لما شلنا البرايمر ريموف برايمر ات كانت ريبليس ات دي ان اي ماشي ما قدرنا نحط دي ان اي لانه ما في عندنا ايش ثيرد اند اللي افيلبل متاح عشان نكون او نصير ايش ننتج دي ان اي فتكون عندنا نهايه سميناها ستاجرد اند نهايه متاكله ماشي هاي النهايه المتاكله بتكون دائما باليوكاريوت بالبروكاريوت موست بروكاريوت سيركولر سو وذ نو اند ما عندهم اند سو ايش ما بصير في عندهم هاي النهايه المتاكله النهاية المتأكدة هاي وكأنها قاعدة بتقصر لنا من الدي ان اي يعني تخيل بتصير في عندنا تضاعفات كل تضاعف دي يقصر الدي ان اي كل تضاعف دي يقصر الدي ان اي تمام سو عندك مع التضاعف باليوكاريوتيك راح يقصر الدي ان اي اما بالبروكاريوتيك ايش سو ذا شورتنينج داز نوت اكر شورتنينج بالبروكاريوتيك ما عندنا لا ما عنده استكارد ايش استكارد طيب هل ربنا بده يترك لنا اياها هاي القصة هيك هلا تخيل عندي مثلا في عندي جيرم سيلز الجيرم سيلز اللي هم الخلايا زي الخصيتين والاوفرز ماشي والمبيض هذول قديش بيكونوا قديش بيعملوا عمليه ريبليكيشن مش بده يعملوا ميوزز والميوزز قبلها في عملنا عمليه ايش في اسفيز عمليه ريبليكيشن وتخيل انه كل مره بدهم يعملوا ايش ريبليكيشن بدهم يقصروا فهي راح يخسروا كثير وراح يتاكل الدي ان اي مشان هيك خاصه جيرم سيلز لازم في اليه معينه تحفظ لنا ايش الدي ان اي وتحفظ لنا الجينات الموجوده بالدي ان اي يعني شو الفكره انه انا قاعد بضاعف الدي ان اي واخر شيء يخرب الدي ان اي مشان هيك ربنا حملنا الحمى هاي خاصه بالجيرم سيلز هسه راح نحكيهم بشيء اسمه تيليمر بشيء اسمه ايش تيليمر اذا التوليمر شو التوليمر شايفين التوليمر هلا مش هذا دي ان اي نهايه الدي ان اي خلينا نحط بالاحمر نهايه الدي ان اي هذا بنسميه التوليمر هذا شو بنسميه تو
هذا نسميه تولمر. إذا النهاية شو التولمر؟ التولمر هذا عبارة عن إيش؟ تسلسل من النيوكليوتيدات، هون تسلسل من النيوكليوتيدات مش جين، يعني لا يعبر عن إشي ينتج لنا إياه، أوكي؟ نط جين، هو مش جين، هو تسلسل، تسلسل معاد، تسلسل معاد من النيوكليوتيدات. طب ليش ربنا خلقه؟ عشان لما يصير تأكل فيه ما يأثر على الجين، نعتبر إنه هنا في عندنا جين. فربنا خلق لنا التوليمر هنا موجود عشان يحمينا إيش؟ الجينات. مش يحمينا يعني، هسه راح يقصر هو عشان يأخرنا، يأخرنا إيش؟ تقصير، تقصير إيش؟ ال دي إن إيه، تمام؟ فالتوليمر so eukaryotic DNA have special nucleotide. Special nucleotide بس مش جينات، هذول هذول بنسميه توليمر. هذا التوليمر إيش؟ do not contain gene، هو عبارة عن إيش؟ سلسلة من النيوكليوتيدات المعادة repetitive، أوكي؟ أو repetition، زي مثلاً TTAGGG، هذا ما بيعبر عن جين، ولكن بتلاقي إيش؟ سلسلة معادة من هاي إيش؟ من هاي السيكوينسز، ماشي؟ قلنا بتلاقيها معادة من 100 لـ 1000 إيش؟ لـ 1000 مرة، هذا بنسميه توليمر، عشان إذا صار فيه تآكل من عنده تصير تآكل بالتوليمر، وهو مش جين يعني، فما راح يصير في عندنا تأثير على إيش؟ على الـ DNA. طيب ليش ربنا خلقنا التوليمر؟ شوفوا هلا لما يتاكل الدي ان اي بطريقه غير هاي الطريقه، غير الدي ان اي ريبليكيشن، الدي ان اي بصير يودي اشارات لبرنامج موت الخليه يدمر الخليه. فربنا خلق التوليمر هون لانه هذا التاكل طبيعي بعمليه الدي ان اي، التاكل قاعد بصير طبيعي، فربنا حط التوليمر هذا مشان يعمل ايش؟ مشان هذا التوليمر يصير ودي إشارات إنه الأمور طبيعية، ما في داعي ندمر إيش الخلية، لأنه أصلاً كل DNA replication قاعد يخسر. فإذا تخيل إنه كل DNA replication قصر، راح يشوفه إيش؟ راح تشوفوا الخلايا إنه هذا خلل، فراح تدمر الخلية. فمشان هيك التوليمر عنده بروتين، special protein associated with telomeric، عنده بروتين يعني تولمر إيش فيه بروتين. هذا البروتين بمنع النهاية المتآكلة إنها تعمل تنشيط لجهاز مراقبة إيش؟ تدمير الدي إن إيه، ماشي؟ فمشان هيك الخلية ما راح تتدمر، لأنه إيش هذا البروتين ما راح يسمح بإيش بأكتفة هذا الجهاز. فمشان هيك الخلايا ايش؟ الخلايا راح تظلها الدي ان اي راح يظلوا ايش؟ مستمر. والسبب الثاني للتوليمر غير انه عنده بروتين، السبب الثاني انه بيشتغل كايش؟ كزون، كمنطقه متعادله عشان نحمي ايش؟ الجينات، نحميها من القصران. سو هي بروفايد بروتكشن اجينست ايش؟ جين شورتنينج. جين شورتنينج. سو التوليمر هو ما بمنع ايش؟ الايروجن اوف جين، يعني بجوز ممكن يوصل للجين ويأثر على الجين، ولكن هو بوست بون ات، يعني بأخر عملية ايش؟ عملية وصول التآكل ايش؟ للجينات. سو انا كل ما اسوي عملية تضاعف the telomere become shorter، يعني راح يقصر. سو التوليمر become shorter during every round. فتخيلوا سو الناس الكبار بالعمر، الناس بالكبار من العمر، عمرهم كبير، قديش صار في عندهم عمليات تضاعف للدي ان اي، فقديش فالتوليمر بنتوقع في عندهم التوليمر قصير، صح؟ سو ذا تولمريك دي ان اي تند تو ايش؟ شورتر ان ايش؟ اولدر انديفيديوال، بالاشخاص الكبار، اوكي؟ ات هاز بين ايش؟ بروبوز شورتنينج اوف تولمر، تقصير هذا التوليمر somehow connect with aging، مرتبط بايش؟ اذا مرتبط بالعمر، لانه لا تقارن لي واحد عمره صغير مع واحد عمره ايش؟ عمره كبير، لانه صار في عنده هذاك دي ان اي ريبليكيشن بشكل ايش؟ بشكل ايش؟ بشكل كبير. سو في كروموسوم نروح على الجيرم سيلز. الجيرم سيلز حكيت لكم الجيرم سيلز بصير ينتج لنا جاميتات بشكل كبير، يعني قديش بينتج حيوانات منويه، قديش قاعد الواحد بينتج، يعني الانسان قديش بينتج حيوانات منويه كل مره، قديش بينتج ايش؟ بويضات. فتخيل انه مع كل ريبليكيشن قاعد بيخسر، ما فيش عندي اليه
الطولين للتوليمر ماشي، راح ايش؟ راح تدمر الدي ان ايه صح، او يدمر الجينات. فرمنا في الجاميت بالجيرم سيلز هذولا خلق ايش؟ خلق انزيم اسمه تولوميريز ايز، شايفين؟ بيطول التوليمر. شو بيطول؟ بيطول لنا ايش؟ بيطول التوليمر. هاي بيطول ايش؟ بيطول التوليمر. اذا التوليمريز هو بيطول ايش؟ بيطول لنا التوليمر، خاصه بالجيرم سيلز، لانه الجيرم سيلز كثير راح تعمل ايش؟ عمليه ايش؟ ريبليكيشن. فالتوليمريز راح يساعدنا في تطويل ايش؟ تطويل التوليمر، اوكي؟ خاصه بالايوكاريوتيك ايش؟ جيرم ايش؟ سيلز. ليش 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 ربنا خلقها من الجيرم سيلز؟ قلت لكم لانه بصير في عندنا تضاعف كثير، فبدرج عندنا طول الدي ان اي مثل ما كان ماشي، ويعوض لنا ايش؟ النقص او القصران اللي صار فيها كل ايش؟ كل ريبليكيشن، خاصه بالجيرم سيلز لانها بتنتج لنا جاميتات بشكل مستمر. اوكي سو اذا عمليه او نشاط التوليمريز بالجيرم سيلز بيرجع لنا التوليمر ايش؟ لطوله ايش؟ الماكسيمم ايش؟ اعلى او اللي هو اقصى طول، اقصى طول له ماشي. هاي بالنسبه لايش؟ للتوليمريز. في نقاط نحكيها كمان، تحكي عن التوليمريز ماشي، في نقاط تحكيها عن التوليمريز موجوده هنا. سو التوليمريز حكيت لكم التوليمريز راح يطول لينثينج. هذول اكتبوا الاشياء اللي مش موجوده بالشرح اكتبوها. سو التوليمريز كاتاليز بيطول لنا ايش؟ لينثينج اوف ذا تولمر بالايوكاريوتيك جيرم سيلز، عشان التوليمر يرجع لايش؟ خاصه بالجيرم سيلز يرجع لطوله الاصلي، ويعوض لنا النقص اللي صار خلال عمليه الريبليكيشن. هلا هذا التوليمريز عنده ايش؟ عنده زي ال كونتين او ان ار ان اي، عنده زي الار ان اي مولكيول بيستخدمه هو التوليمريز مش التوليمر، عشان يكون لنا ايش؟ عشان يكون لنا توليمر. فهو بيستخدم ايش؟ بيستخدم يعني التوليمريز مش جزء من الدي ان اي، التوليمريز بيجي عشان يطول لنا التوليمر، فبكون عنده ايش؟ جزيء ار ان اي في جواته، بيشتغل هذا الجزيء ار ان اي كايش؟ كتمبلت، يعني زي هون بدنا نطول هذا الجزء، بيجي هون 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 بيجي ايش؟ بيجي الانزيم التوليمريز بثبت حاله هون وبيشتغل كايش؟ بيشتغل كتمبلت، كتمبلت عشان نكون هنا ايش؟ التوليمر، تمام؟ بعدين بيتشال. سو هو عنده ار ان اي مولكيول ماشي، بيشتغل كتمبلت وكانه ايش؟ وكانه ليدنج ستراند، وكانه ليدنج يعني بيشبه الليدنج ستراند بكون، ولكن ار ان اي. اوكي ار ان اي. سو التوليمريز از نوت اكتيف ان ذا موست ايش؟ بقول لك التوليمريز مش نشيط في اغلب ايش؟ الخلايا الجسمية في الإنسان، ولكن but it active varies، يعني نشاطه بيختلف من تشيو، من نسيج إلى نسيج. أوكي the activity of telomerase in germ cell، حكينا بالجيرم سيلز بكون activity عالي لأنه إحنا بدنا نوصل للmaximum length in the ايش؟ in the zygote. في عندنا some notes cell from the large tumor، يعني تخيل في عندنا ايش؟ الخلايا الموجودة في ايش؟ في ورم كبير. الخلايا الموجودة في ورم كبير عادة ما تكون هاي ايش؟ عندها شورت توليمر، لانه التيومر بينقسم بشكل مستمر، فالتوليمر بده يقصر صح. further shortening of the tumor، هلا تخيل انه صار في عندنا شورتنينج زيادة، اذا وصل للجينات راح يدمر ايش؟ راح يدمر الدي ان اي، وراح توقف عملية الريبليكيشن. فالتيومر ما بيوصل عملية الدي ان اي، او ما بيوصل لهاي المرحلة انه يصير في تدمير للدي ان اي وبطل في عملية تضاعف، لانه التيومر هو بيعتمد على عملية تضاعف وايش؟ وتضاعف للخلية، تضاعف للدي ان اي وتضاعف للخلية. فمشان هيك التيومر بتلاقي عنده تولوميريز اكتيفيتي عالية ماشي، هاي ان ذا كانسر سيلز. فالكانسر سيلز عشان يحافظ انه يظلوا عنده عملية ايش؟ عملية انقسام، ما يدمر الدي ان اي تبعته. راح نشوف بالخلايا السرطانيه انه التوليمريز الانزيم اللي بيطول لنا التوليمر بتلاقي ايش؟ الاكتيفيتي تاعته عاليه في الكانسر سيل.
عشان يحافظنا على طول التوليمر ويظلها ايش؟ وتظل الخلايا السرطانية تنقسم وايش وتستمر. هيك بنكون خلصنا كامل هذا الشابتر. بس نحكي هنا النقطة الأخيرة انه الكروماتين قلنا انه بتكون من دي ان اي وبروتين الهستون. اوكي الدي ان اي از رابينج اراوند ذا بروتين ذس از كول نيوكليوزوم. يعني شايفين ها مثلا هذا الدي ان اي مشى بعدين دي ان اي وبتلاقي عندنا ايش بروتين صح شايفين هاي هذا الدي ان اي والبروتين العقده هاي بنسميها نيوكليوزوم. اوكي بنسميها نيوكليوزوم. البروتين بكون عنده بوزيتيف تشارج الدي ان اي بتكون ايش نيجاتيف تشارج. هاي نقطة مرة جابوا عليها سؤال مشان هيك حطيتها. سو هيك بنكون خلصنا شرح الشابتر. ان شاء الله تكونوا ايش اكون افدتكم فيه ويعطيكم الف عافيه.